المسيح عشان خاطر يقدم خلاص للبشرية، احتمل طريق الآلام واحتمل طريق الصليب. هل احنا مفروض ان احنا نفضل مستنيين في كل وقت ان ربنا لازم يتدخل بصورة ظاهرة وصارخة جدا؟ الشر ده الله الله يستطيع ان يمنعه، لكنه بيسمح به. ما نعملش اي شر، لا نجازي الشر بالشر. الله قادر ان يحول هذا الشر الى خير. المسيح بيعلمنا ان احنا كل ما يبقى قدامنا تجربة جاية نصلي ان ربنا يرفعها، عشان خاطر الانسان يعيش حياة مسيحية بالمثل المسيحية. محتاج لجهاد. مشاهدينا الأحباء، أهلا بيكم معانا في لقاء جديد وحوار مع نيافة الحبر الجليل الأنبا سراج. الحقيقة من أجمل المزامير اللي دايما الكل بيحبها مزمور الراعي الصالح، المزمور 23، ومن أجمل الإصحاحات بتاعة الكتاب المقدس، مع أنه كل الكتاب المقدس جميل وكل كلمة فيه أجمل من التانية، لكن من أجمل الإصحاحات برضو هو إصحاح الراعي الصالح أو إصحاح اللي هو يوحنا 10. حقيقة الاتنين دول بيكلموا عن الراعي الصالح وإيه صفاته وإيه مميزاته والفرق بينه وبين أي راعي تاني. ويمكن حضراتكم عارفين أن الفترة اللي فاتت دي انتشر الكلام كان على موضوع أن لقب البعض بين هما مثل الخرفان، يعني أو هكذا كان بيقول عليهم أو بيلقبوهم. يعني حقيقة أنا من ساعتها كنت حاسة أن أنا يعني يعني إحنا اللقب بتاعنا أن إحنا فعلا لربنا وصفنا بهذا الوصف، أو أن إحنا حملان في وسط ذئاب، أو يعني إحنا اللي دايما كان ربنا بيتكلم على أننا كقطيع صغير. من ساعتها والواحد كان يعني عازز عليه شوية أن الاسم كده يوصف بيه ناس يعني ما هماش ينطبق عليهم خالص الوصف اللي مفروض احنا بنتوصف بيه او بنلقب بيه في بعض الاوقات. الحقيقة بمرور الوقت اللي كان بيظن في بعض الاوقات بالخطأ ان هم مثل الخرفان فعلا، اكتشف بعد كده ان هم ما يطلق عليهم ان هم حملان، لكن ذئاب في صورة حملان. الحقيقة النهاردة هنحاول ان احنا نتكلم عن الاحداث برضو اللي بتحصل في مصر، ومش هنتكلم عنها يعني بتفصيلها او من ناحية سياسية او من ناحية بنحلل يعني المواضيع اللي موجودة، على قد ما هي بتفتح معانا فروقات كده وبتفتح معانا كلام عن مين هو فعلا الراعي الصالح ومين هو فعلا الحمل الحقيقي، او مين هم الحملان ومين هم الذئاب. اسمحوا لي في بداية لقائنا أرحب بنيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا سراج. أهلا بنيافتك معانا سيدنا، والحمد لله على السلامة. يعني افتقدنا نيافتك الأسبوع اللي فات. سيدنا نيافتك الأول كنت في بوليفيا وكانت رحلة لمدة 10 أيام، يعني قول لنا نيافتك في الأول كده إيه الأخبار بتاعت الرحلة وكانت سببها يعني أو محورها إيه؟ الأول نقول لكم كل سنة طيبين، عشان هذا عيد القديس أبا نوب، وبكرة قديس مقريوس أبو سيفين تدشين الكنيسة، وكمان أيضا بنبحث بتهنئة لقدسة البابا تواضوس بمناسبة اليوبيل الفضي لرهبنته، وربنا يديله طول العمر ودايما يعني يقود الكنيسة بكل حكمة ومثل جميل للحياة الرهبانية المخلصة واختيار الله لي في هذه المسؤولية اللي بيقوم بها. مسؤولية صعبة في الوقت الصعب. ربنا يقويه يعني. بالنسبة لرحلة بوليفيا، أنا رحت بوليفيا كان في مجموعة من الشباب والشابات من الأبوشية بقيادة أبونا موريتيوس ميخائيل، كانوا سافروا عشان خاطر يخدموا هناك فترة، فأنا رحت عشان أكون معهم في هذه الفترة يعني. والحقيقة يعني إحنا دايما بنبعت مجموعات لخدمات في بلاد كتيرة. كان قبل كده من شهر كان في مجموعة راحت إثيوبيا مع أبونا إسحاق بولس وأبونا مينا جرجس، وطبعا في مجموعات بتاع 4-5 مجموعات راحوا إلى هاواي عشان خاطر خدمة الهوملس وخدمة الخدمة الكرازية في المنطقة دي. فأنا رحت معهم أو حصلتهم يعني هناك، في هم راحوا الأول البرازيل وبعدين أنا قابلتهم في بوليفيا. بوليفيا زي ما أنتوا عارفينها أبوشية نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليفيا. بوليفيا كدولة إحدى دول أمريكا اللاتينية، دولة فقيرة مساحتها تقريبا قد مساحة مصر،
لكن عدد سكانها 10 مليون. فيها طبعا مجموعة غنية لكن أغلبية الشعب شعب فقير وبسيط. كان الأول في مجموعة من الأقباط في بوليفيا على بالة ما تم ترتيب أن كان بيروح لهم الأنبا أغاسون أما كان كاهن في البرازيل يخدمهم من حين إلى آخر. على بالة ما الكنيسة رتبت أن يبقى في راهب يروح عشان يبقى مقيم في بوليفيا اللي هو كان أبونا يوسف اللي بيه الأنبا يوسف. كان العائلات دي سابت بوليفيا. فلما راح ما كانش فيه غير يعني هو راح تقريبا من 8 سنين ما كانش فيه غير واحد بس وحتى الواحد ده مشي. فالحقيقة ابتدى خدمة كرازية هناك يعني النهاردة كل الشعب اللي موجود كله أصلهم يعني ناس من بوليفيا. الحقيقة الخدمة هناك بدأت في طبعا ما كانش فيه كنيسة ما كانش فيه حاجة لكن قداسة البابا شنودة الثالث الله يناح نفسه كان إدى اهتمام خاص بالخدمة في أمريكا اللاتينية وكان يعني بيشجع إن هم يشتروا أرض وإن هم يبنوا كنيسة وفعلا تم شراء أرض وبناء كنيسة وقداسة البابا دشن هذه الكنيسة. وبعديها في نفس السنة رسم نيافة أبونا يوسف نيافة الأنبا يوسف وأيضا رسم أبونا أغاسون باسم الأنبا أغاسون كأسقف للبرازيل. لما نروح هناك نجد أنه الخدمة هناك خدمة نشيطة جدا عدد كبير من الشباب لأنه نيافة الأنبا يوسف لما بدأ خدمته اهتم بالأطفال. هناك الناس يعني عشان مناطق فقيرة فالأطفال ما بيصدقوا ما بيلاقوا مكان متسع يروحوا فيه فلقيوا الكنيسة كتير من الأطفال بتيجي الكنيسة مفتوحة بيعمل لهم أنشطة حبوا الكنيسة. النهاردة الأطفال اللي بدأوا دول من 8 سنين النهاردة شباب كويس جدا حافظ ألحان كويس بعض منهم أيضا خدام في الكنيسة. هناك عشان خاطر مناطق فقيرة ففي خدمة روحية يعني قداسات واجتماعات روحية وخدمة مدارس أحد طبعا باللغة الأسبانية. طبعا ظابطين الألحان كويس جدا هم بيقولوا التسبيحة برضو بالأسباني وطبعا نيافة الأنبا يوسف بيتكلم الأسباني بطلاقة. أظن كان مرة عمل برنامج هنا في لوبوس معاه بالأسباني وحاليا بيخدم معاه 4 من الأباء الكهنة 3 رهبان اللي هو أبونا هيدرا الأنطوني وأبونا يوليوس الأنبا بشوي وأبونا أندراوس اللي هو يعني أحدث واحد أبونا هيدرا الأنبا بولا وأبونا أندراوس الأنطوني هما الثلاثة زائد كاهن متبتل اللي هو أبونا أنتوني. لكن في بقى مجموعة من الخدام بيخدموا معاه كلهم من الشعب البوليفي. زائد إن في بقى بالإضافة للخدمة الروحية في خدمة طبية ودي يعني خدمة احنا يعني عملنا معهم بعض المشروعات. كان بدأ بفكرة إن هناك الناس بتحتاج المصدر مية نقي فكانت عمل معهم من 3 سنين مشروع إن في حاجة اسمها لايف سترو يعني بيجيبوا كده يعني زي عمود كده مصنوح في سويسرا بحيث إن واحد أي مية مهما كانت درجة التلوث فيها لكن بتنقي هذه المية استخدموا في الجيش السويسري على أساس لما كانوا بيروحوا في أماكن يعني فيهاش مية فممكن الجندي إن هو يشرب أي نوع من المية فيها زي فلتر يعني فلتر وتنقية كاملة يعني. فإحنا جبنا حوالي 1000 واحد منه من سويسرا وزعناه على الناس وضربوهم على إزاي إن هم يستخدموهم بس إن ممكن يعني يستخدم ل انه لو ما فيش مصدر ميه نقي لان هناك بلاد يعني في تجمعات كده في حتت بعيده بيدوبك في ميه مطر ما فيش طبعا يعني ميه متوفره في كل مكان في ممكن المدن بعض القرى لكن في بعض الاماكن المتفرق. بعدين اتعمل مشروع تاني للديابيتس هناك برضو لان طريقه اكلهم ياكلوا كميات ضخمه من اللحوم والفراخ والبطاطس والمكرونه فنسبة الأوبيزيتي السمنة كبيرة نسبة الدايابيتس اللي هي السكر كبيرة فتعمل مشروع توعية بخصوص السكر بحيث ان يتعمل كشف دوري ليهم واللي يكتشفوا عنه في عيادة متكاملة معمولة هناك وفي مجموعة من الخادمات
اللي هم هيلث وركر، يعني خدمات صحية زائد خدمات روحية، ممكن يروحوا للناس ويوعوهم ويجيبوهم ويقدروا يعملوا كشف، يعرفوا السكر، نسبة السكر، يعرفوا يقيسوا الضغط، يعني الحاجات البسيطة دي على أساس مسح طبي ليهم. السنة دي اتعمل مشروع تاني اللي هو أنه يعني وجدنا هناك ان الناس زي ما قلت طبيعه اكلها ما فيهوش خضروات، هناك الخضروات غاليه جدا. يعني واحد لما يروح مثلا في اي سوبر ماركت يلاقي القسم بتاع الخضار حاجه محدوده وغالي، وهم مش متعودين ياكلوا خضار، يعني لا ياكلوا سلطات نادره او حتى لما يطبخوا ياخدوا خضار. فكان فكره ان احنا نشجعهم على اكل الخضروات. فبرضو المجموعة اكتشفوا ان اليابانيين لان الاراضي عندهم محدودة، فاخترعوا ان هم ممكن يزرع خضار في شقة في مكان عن طريق في زي جردل كده بطريقة يتزرع فيها ويجيب انتاج كبير، يعني حاجة زي الصوب كده بس صغير. سموها هيدروبونيك. هيدروبونيك في طبعا هم بقى جابوا من هنا وخدوا كل الحاجات اللي فيها بحيث انه يتعمل بعد كده تشجيع الناس، حتى اللي ما عندوش ارض ممكن في البيت او اللي هو قاعد فيه ده ممكن يكون عنده خضار. بس طبعا المشروع ده عشان ينجح لازم يبقى فيه توعية للناس في فعلا ان هو يغير عاداته في الاكل، لانه الشعوب اللي مش متعودة صعب عليها ان هي تغير. في هناك برضو من المشروعات اللي معمولة في حضانة كويسة عشان بمبالغ رمزية، وفي حضانة تانية معمولة في منطقة غنية بحيث ان الإيراد بتاع المنطقة دي يغطي العيادة الحضانة اللي هي بتاعت الناس اللي هم يعني إمكانياتهم محدودة. وفي العيادة في أيضا احنا روحنا برضو أماكن جديدة يعني برا المدينة سانتا كروز، فبن مثلا رحنا منطقة لسه هنبتدي الشغل فيها، الناس بتتجمع، الشباب بياخدوا الأطفال يعملوا لهم أنشطة وإحنا نكلم الناس الكبار، مع بالتدريج بعض منهم بيحب ينضموا للكنيسة فيبتدي يتكون شعب، فيتروح يتعمل خدمة هناك وقداس هناك، يبتدي يتعمل أنشطة هناك. في منطقة تانية برضو كان عاملين مشروع إسكان، يعني بيبنوا شقق والناس اللي ما عندها السكن بيسكنوها مجانا عشان يساعدوا. كل ده تبع الكنيسة. تبع الكنيسة يعني ملك الكنيسة. فيعني نشاط حلو جميل. عدد أسر كتير يعني دلوقتي تابعين للكنيسة القبطية. أنا ما أعرفش العدد كام لكن الكنيسة بتبقى مليانة، يعني على الأقل أعتقد مش أقل من 100. لكن هم هناك يعني ما بتجيش الأسرة كلها. يعني هناك مثلا تلاقي يبعتوا العيال الشباب مندوب. إنما الكبار عشان خاطر برضو الوصول ليهم يعني بالذات الرجالة مثلا ما يعني مش في عادي يعني دايما الكنائس كلها كده. فتلاقي مثلا الستات يعني هناك كنيسة الشباب فعلا كنيسة الشباب والأطفال، أغلبية الناس عيال يعني كتيرة جدا وشباب. فين أهلهم دول؟ ما حدش عارف يعني هو بيجوا لان طبعا مش محتاج لمواصلات. الناس حواليها زي ما مثلا في اي احياء فقيره تلاقي العيال بتلعب في الشارع، فبدل ما يروحوا يلعبوا في الشارع بيجيبهم في الكنيسه. عشان كده تلاقيهم باستمرار كل يوم موجودين في الكنيسه، كل يوم في نشاط، كل يوم في حاجه. وفي رحلات كتيره بتيجي، يعني احنا مثلا المجموعه بتاعتنا جات مشوا مثلا في نفس اليوم كان في مجموعه تانية جايه من كندا بالذات يعني فترة الصيف وفترة برضو الأجازة بتاعت الكريسماس، يعني دي أكتر فترات بيبقى عندهم يعني أعداد كبيرة إن هي بتيجي يعني. وهنا اتفقنا إن يبقى في تعاون ما بين الأبرشيتين، ما بين أبرشيت لوس أنجلوس وأبرشيت بوليفيا في دعم بعض المشروعات، وخاصة يعني قلنا إن احنا نركز على موضوع مجموعة الخادمات دول اللي هم بيخدموا خدمة متكاملة بحيث ان خدمته بتبقى خدمة مستمرة ما تتوقفش. وان شاء الله في نهاية شهر الجاي شهر سبتمبر هروح برضو ازور الانبا اغاسون في البرازيل عشان برضو يعني تنشيط التعاون ما بين ابرشيتنا وبين ابرشيت البرازيل.
في دعم هذه الخدمات. حلوة قوي، بركة كبيرة يعني. يعني كأن الثمان أسر اللي كانوا موجودين في الأول دول بس كانت هي الحاجة اللي عشانها تتعمل خدمة أو كنيسة هناك، ومع أنهم هيمشوا لكن ربنا كان بيدبر للي بعدهم. يعني هو يعني الكويس في الحقيقة سواء في البرازيل أو في بوليفيا أنه الأباء سواء الأنبا أغاصن أنه صبغ يعني نفس القصة، يعني فيش تشجيع من العائلات هناك القبطية لأنه المدة ما بتتخدمش، فاستمر. وأغلبية برضو الشعب هناك كله من البرازيل، البرازيليين يعني، نفس الكلام برضو في بوليفيا. يعني كان ممكن يقول خلاص الناس مشيت خلاص، وكان أبونا يمشي وخلاص يعني، ومين كان يعرف حتى بوليفيا دي فين. لكن يعني أصبح الحقيقة وجود قوي للكنيسة القبطية، ويعني أصبحت معروفة، بالذات أن كان في مجموعة جت من إيست كوست من الأطباء، وهناك بقى بيتفقوا مع الحكومة وبيروحوا في مستشفيات حكومية، فالإعلام بيهتم بمثل هذه الأنشطة. وغانا نيافة الأنبا يوسف كذا صحيفة نشرة يعني موضوعات عن الكنيسة القبطية وضغها في خدمة المجتمع البوليفي. فدي أوجدت يعني وجود للكنيسة القبطية جوه المجتمع، خاصة بعد زيارة متنيحة بابا شنودة لما زارهم، طبعا كله اهتم بيها على كل على أعلى المستويات، فأصبح الكنيسة معروفة هناك في بوليفيا. هي يعني كأن دلوقتي هي الخدمة كلها زي خدمة كرازية يعني. يعني كرازة بقى مش لخدمة ناس مؤمنة فعلا يعني. هي الجميل سيدنا موضوع فكرة أخذ الشباب من هنا لهناك دي، لأن يمكن الواحد بيحس ان دي يمكن حاجة الشباب بتوع هنا ممكن يفتقدوها، مش زي مصر مفيش عشوائيات كتير، قد يكون في الهومليس والناس دي، بس يعني مهما كان طريقة الخدمة بتاعتهم مش زي اللي ممكن الناس تشوفه في مصر يعني. فحلو قوي، مجال جميل قوي ان الشباب كمان بتوعنا هنا يقدروا ان هم يتعرفوا يشوفوا ناس عايشة قد كده ازاي، وبيستفيدوا روحيا. نعم جدا يعني. لان احنا يعني بيبقى مثلا البرنامج بتاعهم جزء من الخدمات، طبعا في قداسات تسبحة، كانوا بنعمل برضو ليهم بايبل ستادي خاص بالمجموعة، بحيث مثلا كنا بندرس سفر اعمال الرسل، فيبقى الفترة بالنسبة لهم برضو فترة روحية كويسة فيها خدمة وفيها استفادة روحية، وبعدين بيطلعوا يعني بيشوفوا بلاد تانية، اماكن تانية، ناس تانيين. طبعا الشعب هناك شعب محب جدا يعني، روح حلوة خالص، بيرحبوا طبعا بالشباب اللي بيجي من الخارج. وطبعا لما يروحوا بيلاقوا شباب زيهم بيحصل نوع من يعني التواصل بينهم وبين بعض. وعندنا برضو بالذات هنا في كاليفورنيا كتير من الشباب بيعرف أسباني يعني، مثلا أنا لما كنت بتكلم كان واحدة من الشباب بتوعنا هي اللي بيترجم الإنجليزي للأسباني والعكس. يعني هناك عندهم برضو بعض الناس يعرفوا انجليزي لكن مش كتير يعني. في منهم متعلمين يعني بيروحوا مدارس قبل ما يعني الكنيسة تعمل حاجة زي كده، في منهم ناس متعلمة يعني؟ وهو الكنيسة بقى الولاد دول اللي جم الكنيسة، الكنيسة اهتمت بتعليمهم يعني مساعدتهم في التعليم، فابتدوا بقى في ناس دلوقتي في الجامعة يعني جم صغيرين دلوقتي فيهم ناس في الجامعة. وفي أعضاء في الكنيسة مثلا الطبيب اللي هو ماسك العيادة الدكتور يعني دكتور بوليفي وعضو في الكنيسة، مراته برضو أخته يعني ليهم شغل بيشتغلوا في الكنيسة بس في مسؤوليات بروفيشنال يعني. يعني مثلا واحدة مراته مثلا مديرة الحضانة مثلا، هناك لازم تبقى معها لايسنس عشان تدير حضانة، وعضوة في الكنيسة. أخته مثلا هي المسؤولة عن مجموعة الهيلث وركرز يعني. فابتدى يبقى موجود في عضوية الكنيسة من الناس البوليفيين اللي هم الناس البروفيشنال يعني. وطبعا في المستقبل هيكونوا أكتر، لأنه الشباب ده اللي هو دلوقتي يعني بيدرس في الجامعة لما هيتخرج هيشتغل ويكون أسر، هيبقى برضه في جيل تاني من شعب الكنيسة، الدكاترة والمهندسين والمحامين والناس اللي هم يعني يقدروا يسندوا الكنيسة. وفي نفس الوقت هو برضه نيافة الأنبا يوسف عامل حاجة جميلة انه بيعمل مشروعات انتاجية، لأنه طبعا هناك ما فيش مصدر للدخل عشان يغطي مصاريف الخدمة غير التبرعات، والتبرعات طبعا بتيجي من الخارج. فمثلا زي كده مثلا حضانة
معمولة في منطقة غنية فيها خدمة، لكن طبيعة المنطقة يعني زي الجيتد كوميونيتيز هنا كده، لكن لازم الناس معمولة على مستوى عالي جدا، يعني تعتبر من الحضانات المتميزة في بوليفيا أو في سانتا كوز يعني. فبيجوها ناس يعني من شخصيات عائلات يعني كويس، فدول بيدفعوا بيدفعوا كويس يعني حسب المستوى اللي بيدفع في مستوى الخدمة دي. فالإيراد ده بيقدر يخش يساعد في الحضانة التانية أو العيادة. العيادة برضو فيها ناس بتدفع، مثلا عامل زي بيكري بيعمل فيها بعض المخبوزات والحلويات والحاجات دي، فدي بتتباع، فبرضو دي ممكن تجيب له إنتاج، ومنها بتشغل ناس من من الشعب. بعدين الأراضي الزراعية اللي متاخدة دي طبعا لما هتتزرع هتبقى برضو ممكن هي يعني في إيراد. في possibilities ان تبقى في بعض المشروعات الانتاجية اللي تساعد شوية في بالنسبة للمصروفات يعني، ومنها بتأدي خدمة برضو انها بتشغل ناس. حلو خالص. هي فعلا يعني يمكن في مصر كان في فعلا بعض المستشفيات اللي ابتدت تتفتح، مستشفيات صغيرة يعني، بس كان يبقى فيها قسم غالي يعني للناس اللي تقدر تدفع، وقسم تاني لإخوة الرب مثلا اللي هم يعني بحيث القسم ده يصرف على القسم ده، فيبقى فيه اكتفاء ذاتي. في الحقيقة تبقى خدمة جميلة يعني، تعيشوا وتخدموا سيدنا يعني، ما تخلصوها إن شاء الله تفتحوا في حتة تانية بإذن ربنا يعني، ربنا يوسع. احنا يعني برضو بنشكر كل الشعب اللي بيدعم الخدمة هناك يعني. الحقيقة الرحلة اللي راحت خدت كمية كبيرة من الملابس والحاجات العينية، وطبعا كل الأجهزة اللازمة للمشروع ده، فكل ده يعني بمحبة الناس وتدعيمهم. فاحنا بنشكر كل واحد بيساهم في مثل هذه المشروعات، لانه يعني بنحس برضه ان احنا كلنا كنيسه واحده، ولابد ان احنا نتعاون كلنا مع بعض يعني في خدمه الابوشيات وخدمه الخدمه الكرازيه وخدمه الناس المحتاجين يعني. متهيألي سيدنا لو يعني لو اعلنا اكتر يعني قبل الرحلات اللي زي دي، او لو في امكانيه لتكرارها يعني، يمكن لو اعلنا عن طريق القناه هنا ان في حاجات زي كده يعني بتتعمل، ممكن ناس كتير يبقى عندها رغبه ان هي تشارك او تساهم، سواء بمجيئها هي فعلا او سواء حتى انها تدعمها ماديا يعني، يمكن يبقى في ناس كتير مش عارفه الموضوع. بالنسبه للدعم المادي يعني، طبعا احنا بنتلقى كل التبرعات عن طريق سانتا فيرينا تشاريتي، لان دي احنا يعني الفند اللي بنبعته لهم بنبعته عن طريق سانتا فيرينا تشاريتي يعني. بالنسبه للحاجات العينيه يعني ابونا مويتيوس وهم يعني ماسك موضوع لاتين امريكا، فممكن في اي رحلات الناس اللي يعني عايزه تروح في كنيسه جرجس وهناك. بالنسبه طبعا بفكر دلوقتي ان احنا نشوف مجموعه من الاطباء والصيادله ان احنا نعمل رحله طبيه هناك، بحيث ان نبقى متفقين برضو مع الحكومه بحيث يقدروا ان هم يشتغلوا في المستشفيات، لان كان ضمن الحاجات المهمه بالنسبه لهم، لانه المجموعه اللي راحت عملوا عمليات كتيره وعملوا حاجات كتيره في المستشفيات البوليفيه. عندهم امكانيات بس طبعا بيحتاجوا لأطباء، وبالذات لما يعني بيقدروا يساعدوا بقى الحالات الغلبانة اللي هي الدكتور مش هياخد حاجة، فبتبقى التكاليف قليلة يعني. طبعا تبقى فكرة طبعا حلوة جدا يعني تعيشوا تخدموا سيدنا من الله على السلامة. يعني مضطرين آسفين يعني في وسط الحاجات الجميلة، في وسط البناء يعني اللي الكنيسة بتسعى ليه، أو الخير أو يعني كل ما هو سامي وكل ما هو حلو بيقدم خير للبشرية كلها يعني، مضطرين آسفين ان احنا ننزل للبعض اللي هو بيحاول يدمر او يحاول يفتت او يبوظ في الدنيا اكتر ما هي بتكون بايظة في بعض الاوقات يعني. اسمعي سيدنا، يعني عايزة اقرأ كام عدد كده من انجيل معلمنا يوحنا في اصحاح الراعي يعني يوحنا 10. أنا يعني مش هاخد هاخد كم آية قليلين من أول: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب،
فيخطف الذئب الخراف فيبددها، والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف، أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني. يمكن احنا سيدنا كنا اتكلمنا قبل كده عن من زمان، يعني من اول ما ابتدت الاحداث، من يمكن من سنتين كده كنا اتكلمنا على ان الشيطان ده هو الكذاب وابو الكذاب، ان هو بيجي بس يقتل ويدمر، يعني ما فيش خير طبعا ممكن ان هو يقدمه يعني. ويمكن المره اللي فاتت اتكلمنا بالتحديد على الملوك اللي كانوا بيشتهوا الملك، وذكرنا أمثلة كتير، ونيافتك كلمتنا عن أمثلة كتير من الناس اللي اشتهت الملك لمجرد الملك أو اشتهت الكراسي، ويمكن عرفنا نتيجة اشتهائهم ده كانت وصلوا لإيه يعني. يمكن هقف بس الأول قدام حتة ربنا يسوع المسيح له المجد، اللي هو ملك الملوك ورب الأرباب، هو نفسه بيشتهي إن هو يملك على حياتنا يعني، أو يملك على قلوبنا، ويقول يا ابني أعطني قلبك، يعني هو كمان عايز يملك يعني. الفرق بين الملك ده والملك اللي احنا كنا بنتكلم عنه، اللي البعض بيشتهيه او اللي البعض بيشتهي الملك ده، الفرق بينه وبينه ايه، والوسيله اللي البعض بيستخدمها عشان يملك على كراسي، والوسيله اللي ربنا يسوع المسيح له المجد بيستخدمها عشان يملك على قلوبنا يعني. هو الهدف سيد المسيح يملك على علينا او يملك على قلوبنا لكي ما يخلصنا، ولكي ما يرفعنا من حكم الموت اللي كان علينا. لم يطلب أو لم يسعى أن يملك علينا، لأن هو ده هيستفيد. زي ما بيجي مثلا واحد عايز يبقى ملك عشان السلطة وهيترفع من مستوى يبقى مستوى تاني. طبعا الله عشان خاطر يملك على قلوبنا مش ارتفع، ده تنازل وقبل إن هو يأخذ طبيعة إنسانية، وقبل إن هو يعيش وسطينا، وأيضا ضحى بذاته لأجلنا، مات لأجلنا. فحط قدامنا طريق جديد للخدمة وللقيادة، هو عن طريق التضحية. من أراد فيكم أن يكون أولا فليكن آخر الكل، أنه يضع نفسه، يعني يضع نفسه لأجلنا، زي ما في زي ما قريتي ان الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، مش الخراف اللي بتبذل نفسها عن الراعي. فاذا علامه الخدمه الحقيقيه هي البذل وهي التضحيه. طبعا الانسان اللي بيسعى لاجل خدمه نفسه فطبعا عايز يتسلط على الرعيه عشان خاطر الرعيه تخدمه، وده الكلام اللي اتكلمه ربنا في سفر حزقيال عن الرعاة الذين يرعون أنفسهم، يعني وإن هم بيدوروا بياخدوا الشاه السمينة وعشان يذبحوها ويتركوا الشاه المريضة. فإذا هو مش بيرعى الخراف، ده بيرعى نفسه وبيخلي الخراف إن هي تضحي بنفسها لأجل. فالهدف هو خدمة الرعية. المسيح جه لكي ما يخدمنا، لكي ما يخلصنا، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فإذا الهدف هو أنه هدفنا احنا، صالحنا احنا، والطريقة هي البذل، والدافع هو المحبة. وده المثل اللي احنا بنتعلمه في الرعاية، لأنه المسيح لما قدم نفسه طلب أن احنا نتبع هذا المثل. عشان كده اختارت الكنيسة في رسامة الأب البطريرك أن يكون هو ده إنجيل القداس، قداس الرسامة، وأن هو يقرأ هذا الإنجيل اللي هو إنجيل الراعي، لأنه بيتمثل بالمسيح الراعي. وأيضا لما بيكون في السنقصار نياحة أحد الآباء الرعاة برضو أيضا يقرأ هذا الإنجيل اللي هو إنجيل الراعي اللي هو إصحاح 10 إنجيل يوحنا. هو يعني يمكن أنا هرجع للمقدمة اللي ابتديت بيها وأقول يعني هو ليه ربنا يعني لما اختار إن هو يشبهنا بحاجة، شبهنا بقطيع وشبهنا بخراف وشبهنا بحملان في وسط ذئاب. يعني دايما بيقال عن الخروف ان هو قليل الذكاء شوي، دايما بيقال عنه ان هو بيتبع، او يعني زي ما الكلمة الدرجة اللي بتتقال سياسة القطيع
عادة ما بتشير لكده يعني، يمكن كنت بقرا شوية من الخرفان، فيعني كان بيتقال ان الخروف ما يدخلش حتى الحظيرة بتاعته غير لما الراعي يفتح الباب ويدخل كده خروفين، فكلهم يقوموا جايين وداخلين هما كمان، لكن يمكن حتى لو الباب مفتوح وهما واقفين محدش هيدخل غير لما هو يدخل واحد كده فيعرفوا ان هما يدخلوا. ويمكن منها اللي جت كلمة سياسة القطيع يعني. ربنا لما يعني شبهنا كده او قال كده، ممكن البعض يتخيل طب هو ربنا يعني عايز يلغي اذهاننا او تفكيرنا او عقولنا، عايز يخلينا كده بننقاد وخلاص في سياسة قطيع ماشيين وراه، هو الراعي واحنا وراه كده، من عايز يلغي التفكير بتاعنا ده؟ لا، الاول التشبيه بالحيوانات لا يقصد به في كل شيء، يعني بيقصد به في جانب معين. يعني مثلا لما المسيح نفسه شبه بالأسد الخارج من سبط يهوذا، يقصد القوة، ما يقصدش الأجريشن ولا الافتراس ولا الوحشية. يعني هو الأسد فيه قوة وفيه وحشية أيضا. فإذا كل التشبيهات اللي موجودة من جهة الحيوانات في جانب معين، مثلا المسيح قال كونوا حكماء كالحياة، بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة. طب الحية فيها جوانب تانية، فيها أذية وفيها مكر وفيها، فمش معنى الواحد يبقى زي الحية. طب ده الحية دي رمز للشيطان، بس أنا أكون حية. وبرضو الحمام في بساطة لكن في حاجات تانية. فعايز أقول أنه يعني دايما ما ناخدش التشبيهات إنما نشبه بشيء، إن احنا هناخد كل الصفات اللي موجودة في هذا الحيوان أو هذا التشبيه ونطبقها. لما نيجي لموضوع الخراف بقى، سيد المسيح الجانب اللي قصده بالخراف هي العلاقة ما بين الراعي والخراف، العلاقة بين الراعي والخراف اللي هي بذء الراعي واهتمامه بالخراف، وأيضا ولاء الخراف دي للراعي وطاعتها للراعي. لكن لما نقرأ في إصحاح 10 بيدي نوعية الخراف اللي بيتكلم عنها نوعية عاقلة بتستطيع انها تميز. عشان كده حتى يعني في الجزء اللي قبل الجزء اللي انت قريتيه بيقول في بدايه الاصحاح: اما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيضعوا خرافه الخاصه باسماء ويخرجها، وما تاخر خرافه الخاصه يذهب امامها والخراف تتبعه لانها تعرف صوته. فاذا هنا خراف بتستطيع انها تميز. وبعدين لما يجي بالنسبة للأجير فبيتكلم برضو أما أنا وليس السائق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة ولكم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذو عن الخراف. أما الذي هو أجير وليس راعين، الذي يأتي الخراف له فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها. فهنا برضو الخراف هنا مش بتتبع أي واحد. يعني بالنسبة للأجير ده ما بتتبعوش، جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم. يعني إذن يبقى إحنا بنتكلم على خراف تستطيع أن تميز، تستطيع أن تقرر تاخد قرار انها ما تسمحش ما تذبحش الاجير، تعرف الراعي. فاذا ليس التشبيه بالخراف معناه الغاء العقل. ويمكن يعني انت بداتي بالمقدمه ان استخدام كلمه الخرفان اليومين دول هما بيقصدوا بيها انه ان الناس دي ما بتفكرش، يعني في قيادات بتقول لها حاجات وهي بتنفذ الكلام ده يعني جه التشبيه من الحته دي في الناحيه دي. يعني مالهاش دعوه بتشبيهنا خالص؟ لا طبعا، لانه احنا التشبيه زي ما قلت ان احنا بنشبه في جانب معين. وحتى لما الكتاب المقدس اتكلم رد على الحته دي، يعني الخراف احنا ما فيناش الصفه دي، لان احنا بنقدر نميز صوت الراعي ونعرف من هو الراعي الصالح، وان الذي ليس هو راعيا نكشفه وما نذبحوش. يعني ما بيقولش ان الخراف تطيع طاعة عمياء للراعي، لكن هو المسيح هو الراعي
كل الرعاة بيتمثلوا بالمسيح. فلو جه راعي لا يتمثل بالمسيح فهو غريب، فإذا مش مطلوب من الخراف أنها تطيعه، يعني مش مطلوب من الشعب أنها يطيعه. عشان كده في تاريخ الكنيسة جم رعاة وضلوا ما تبعتهمش الرعية، زي مثلا الهراطقة، بعض منهم كانوا بطارقة زي نسطور مثلا. ففي رعاة جم رعوا أنفسهم أو انحرفوا أو ما كانوش بيمثلوا المسيح، ما بينقلوا الصور. فالشعب كان هو عليه أن يتبع الراعي، لكن يتبع بحكمة وبإفراز وبمعرفة. والحكم هو مدى التزام الراعي ده بوصايا الله، عشان اللي بيحكمنا هو وصايا ربنا، زي ما قلت اللي احنا بنعرفها من خلال الكتاب المقدس، من خلال تفسير آباء الكنيسة للكتاب، وكيف عاشته الكنيسة في الليتورجيات. ثلاثة دول مع بعض هما بيحكموا فكر المسيح اللي بيقود الكنيسة. فأي شخص يخرج عن فكر المسيح ليس مطلوب من الرعية أنها تتبعه، مش كده؟ لا نؤمن بالطاعة العمياء، مفيش حاجة اسمها طاعة عمياء. حتى لما القديس بولس الرسول أوصى الأبناء قال لهم أطيعوا والديكم في الرب، ما قال لهمش أطيعوا والديكم طاعة عمياء، طيعوهم في الرب. فإذا ممكن الابن يميز أنه ممكن أبوه والده أو والدته بيقولوا له حاجة خارج عن وصاه، فمن حقه أنه يعصاهم. أو يعني حتى لو أعصاهم دي تبقى بطريقة معينة يعني. بس أنا عايزة سيدنا أقف عند الحتة برضو، عشان دي حتة مهمة قوي اللي نفسك قلتها، بتاعت أن مش كل راعي ممكن الواحد يتبعه إلا فيما إذا كان هو راعي بحسب ربنا أو بحسب فكرة الله. يعني يعني ما ينفعش مثلا حد يجي يقول لا أنا شايف كده أو أنا رأيي كده يبقى أنا همشي كده، مش لازم ألتزم بالكلام بتاع الرأي. أنا ربنا ادالنا عقل، ربنا ادالنا مخ، ربنا لأن بعض أحيان الحقيقة بيقول، ويمكن إحنا الفترة اللي فاتت كنا عايشين في جو بتاع حلول الروح القدس وعمل الروح القدس في الكنيسة عموما، ممكن البعض في وقت من الأوقات يقول طب ما أنا جوايا روح ربنا زي ما هو جوا الراعي ده، طب ما أنا أقدر إن أنا كمان أفسر وأنا أقدر كمان أقول وأنا أقدر كمان أعلم، إيه اللي يفرقني يعني؟ ما الروح اللي جوانا مفروض روح واحد يعني، فهو يقدر يقول وأنا أقول يعني، إيه المشكلة؟ ما أنا قلت اللي بيحكمنا فكر المسيح، فكر المسيح بنعرفه من ثلاث حاجات: كتاب المقدس، كي تفسير الآباء للكتاب المقدس، كيف عاشت الكنيسة في لتوجياتها الكتاب المقدس. ثلاث حاجات دول: الكتاب المقدس، الآباء، الليتورجيات. نقدر نعرف بقى فكر المسيح من خلال الثلاثة دول. فلو جه واحد قال رأي بنختبره، زائد طبعا الكنيسة فيها نظام. يعني أنا مثلا جيت قلت رأي أو شايف إن واحد بيقول رأي غلط، بمشي من خلال القنوات القانونية اللي موجودة في الكنيسة، وإلا يبقى الإنسان خرج برا، يعني برا الكنيسة. كان بولس الرسول نفسه راح وعرض الإنجيل على الثلاثة أعمدة، يقول لألا أنا كنت قد تعبت باطلا. مش كان عنده شكوك، لكن كان بيحط مبدأ معين إن أنا بختبر فكري في الجماعة. يعني الجماعة دي عنصر مهم، جماعة بتاعتنا جماعة المؤمنين. فدي عنصر مهم جدا. عشان كده احنا الكنيسة، القيادة في الكنيسة هي للمجمع المقدس، يعني قيادة جماعية، بيبقى في تبادل في الرأي وتبادل في الفكر، مش مفيش انفراد لرأي شخصي. في كل عقائدنا مفيش عقيدة مثلا بتيجي نتيجة واحد قالها، أو واحد حتى لو ادعى انه المسيح مثلا ظهر له او حد من القديسين ظهر له، ممكن يظهر له لاجل تعزيته او اجل رساله روحيه، لكن ما فيش عقيده في الكنيسه مبنيه على رؤيه ان حد من حتى مهما كانت رتبته الكنسيه، ما فيش حاجه عندنا العقيده اصل البطرك الفلاني ده حلم أو ظهر له المسيح أو ظهر له وقال له العقيدة الفلانية وخلاص خدتها الكنيسة. فيش عندنا حاجة زي كده. كل حاجة حتى الآباء مثلا، يمكن احنا قلنا دي قبل كده، مثلا القديس كيرلس الإسكندري لما كان بيدافع على لقب الثيوتوكوس قدام نسطور،
من ضمن الحاجات جاب له لستة بالآباء اللي سبقوه اللي استخدموا هذا اللقب. يعني بيقول أنا لما بقول اللقب ده مظبوط أنا مش بخترع حاجة، ده أنا بتبع الآباء اللي قبلية اللي استخدموه، وجاب له لستة من أقوال الآباء الذين سبقوه استخدموا هذا اللقب، فأنا مش جايب حاجة جديدة، أنا بتبع. وطبعا بالإضافة إلى الآيات اللي بتؤيد هذا، وبعد كده شرح. فبرضو لما يجي الواحد يقول رأي بيشوف هل ده ماشي مع فكر الآباء، فكر الكنيسة، ولا ده فكر شخصي. وهنا نفرق ما بين التأملات الروحية. يعني ممكن الواحد يقعد مثلا يتأمل في جزء ويجد في تأملات جميلة جدا، وربنا يرشد الواحد في التأمل، لكن مش في العقيدة. يعني العقيدة ما تجيش نتيجة التأملات، أو أنا شايف كده والتاني شايف كده، لا ما ينفعش. يعني ما وإلا مش هتبقى كنيسة بقى، هنبقى كنايس. والناس اللي سبت المبدأ ده اتقسموا، كل واحد بيعمل له كنيسة. أقول لك عقيدة فلان وفلان وفلان وفلان. حلو خالص. يعني عادة المفروض ان يعني هتكلم عن الراعي كملك او كرئيس، او مش الراعي الصالح اللي هو ربنا يسوع المسيح له المجد، بس كملك او كرئيس او كده، عادة مع الرعية بتاعته هي اللي بتنزل تدافع عنه. يعني لو وقت حروب هما بيحاربوا ويدافعوا عن المملكة، يدافعوا عن الملك، يدافعوا عن الرئيس، مش شرط ان هو ينزل بنفسه هو يدافع ويعمل. يعني بالعكس هما بيحرسوه وبيحوطوا عليه، يمكن بحيث اذا حد عمل اي عمل، ضرب رصاصة ولا بتاع، هما بيغطوه بحيث ممكن هما اللي يفدوه، يعني او ان هما اللي يتعرضوا للاذى بداله. يعني ايه اللي يدفع بقى العكس، ان ربنا يسوع المسيح له المجد، ان هو اللي يبذل نفسه عن الرعية، مش اللي يطلب ان احنا اللي نقدم نفسنا. يعني وعشان يمكن يجي في بعض اذهان البعض ان طب مال اللي بيستشهدوا من اجل اسم ربنا يسوع المسيح له المجد وبيموتوا من اجله، طب هما دول بيموتوا من اجل الراعي او من اجل القائد بتاعهم او راعي نفوسهم. يعني المبدأ ده مبني على ايه، او يجي ازاي ان احنا مع الاحداث اللي احنا بنشوفها ان ناس بتدفع ناس تانية ان هي تموت بدلها لاغراض معينة هي عايزاها، او لمناصب او لكراسي معينة هم عايزينها، وبيسيبوا ناس تانية تموت عشانه. قد يتبادر يعني في ذهن الناس طب ما ليه ربنا طيب بيسيبنا نموت، ما احنا بنموت من اجل اسمه برضو، ايه الفرق يعني؟ هو شوفي مثلا السيد المسيح لما جه وقت القبض عليه رفض ان حتى يقبض على تلاميذه، وطلب منهم يعني قدم نفسه وقال لهم اتركوا دول. يعني ما قالش للتلاميذ حطهم قدامه، عشان رغم انه كان عندهم استعداد، يعني بطرس كان مستعد ومتحمس، وكان ممكن يخلي دول في الصفوف الأمامية وتخش خناقة ومعركة وهو يهرب. بالعكس ده هو اللي طلع وتقدم وقال لهم لا، ان انتوا تطلبوني اتركوا هؤلاء دول، ودافع عن التلاميذ وحافظ على سلامة التلاميذ. وده المثل اللي تبعته كل رعاه العظماء في الكنيسة. يعني مثلا ايه، تيجي مثلا القديس بطرس خاتم الشهداء، الكنيسة مليانة وجايين الجنود، وكان الشعب مستعد يموت ولا يوصلوش ليه، لكن هو بالعكس اتفق معه ان يخرج من باب خلفي عشان الشعب ما حدش يمس الشعب بتاعه. نفس الكلام القديس أثناسيوس. القديس أثناسيوس كان الشعب محيط بيه وكان ممكن قوي مستعدين يموتوا لاجله، لكن كان بيهرب ويحافظ على سلامة الشعب، واحيانا يتفق مع اللي جايين يقبضوا عليه علشان خاطر يحمي الشعب بتاعه. القديس مثلا أمونيوس اسقف الأقصر لما طلع الشعب كله عشان خاطر يصلي في الجبل، وكان مسكوه، وكان هو اخر يعني قدم نفسه شهيد ايضا. يعني مش ما قالش تعالوا بقى ما انا معايا الناس تعالى نعمل معركه وعشان خاطر يدافعوا عنه، بالعكس ده هو كان في المقدمه ان هو يستشهد ويكون مثل للاستشهاد. عشان كده لما تكون القيادات بتهرب وتستخبى وتحط الناس، ده عكس بقى المفهوم المسيحي للقيادة. أما بالنسبة للشهداء
هم الشهداء ما كانوش بيستشهدوا عشان يدافعوا عن الإيمان ولا عن المسيح، هم كانوا بيدافعوا لأجل خلاص أنفسهم هم، لأنه هو كان بيرفض أن ينكر الإيمان، مش لأنه لما هيموت فده هيدافع عن الإيمان، ما هيموت. يعني مثلا إيه، لو جينا نرجع تاني لمثل الكتيبة الطبية، لو كان في ذهن القديس موريس والكتيبة الطبية الدفاع عن المسيحية ما يسلموش السلاح وما يسيبهمش يقتلوهم كده وهم قاعدين واقفين كده، يعني كالحملان البسيطة المستسلمة. لكن هم كانوا بيبصوا لأجل خلاص أنفسهم، ما كانوش بيبصوا إن إحنا اللي هنحمي الإيمان. هم كانوا يثقوا إن الله اللي هيحمي الإيمان، وإن المسيحية باقية مش لأن هم هيموتوا أو هيدافعوا عنها، لكن هم كانوا بيدوروا على خلاص أنفسهم. يعني بالنسبة لهم كان خلاص نفسه هو أهم حاجة. ومع هذا رغم مثلا كان حماس الناس للاستشهاد، الكنيسة أيضا ما كانتش بتشجع الشخص إن هو يروح ويثير الحكام عشان يستشهد، لأنه في خطية على الحاكم ده. وأيضا لما كان حد بيهرب ما كانش بيعتبر إن ده خطأ. يعني مثلا لما كانوا بيهجموا البربر على الرهبان مثلا زي في قصة القديس موسى الأسود واستشهاده، فأعلنوا اللي فيكم عايز يهرب يهرب، ما قالوش لا لا اقعدوا استنوا دفعوا عن الدير لحسن هينهبوا الدير، دفعوا عن الدير عشان ما حدش ينهب الدير، بالعكس اهربوا. في ناس هربت وناس استنت. الناس اللي استنت دي مثلا واحد زي القديس موسى الأسود ما سمعناش انه استنى عشان يدافع عن الدير عشان ما حدش مثلا يسرق الحاجات اللي في الدير، ما دخلوا ونهبوا الدير وقتلوهم وسابوهم. ليه؟ لأنه ما كانوش يؤمنوا بأنه إن إحنا ضغنا إن إحنا نموت عشان مبنى أو عشان ندافع عن مبنى، إحنا بنموت عشان أبديتنا، إن إحنا نرفض إن إحنا ننكر الإيمان. فإحنا برضو في أي مجال إحنا نرفض إن شعبنا يموت عشان خاطر يدافع عن مبنى، او ان احنا نحطه او نعرضه ان هو بالعكس ندافع عنه. واي شخص مسؤول، طب ما هو ممكن الشخص المسؤول ده يقول كلام ويهيج الدنيا، بالعكس ده اول حاجه بيبص عليها هو شعبه وازاي يحمي الشعب وما يعرضوش للخطر، فلان دي مسؤوليته قدام ربنا انه يحافظ على الشعب بتاعه من الخطر. لكن في حاجات ما يقدرش يمنعها، يعني زي مثلا الاعتداءات اللي بتحصل دي مين لا يستطيع ان يمنعها، لكن ما ياخدش البحث ان الواحد مواقف كده وكلمات يعني ناريه وهو عارف ان محدش هيقرب عنده، ولكن مين اللي بيدفع الثمن؟ بيدفع الناس الغلابه دول اللي هم اللي بيتعرضوا للخطر. فزي القائد مثلا القائد السفينه او قائد الطائره بيحط سلامه الركاب وآخر واحد لو السفينة أو الطائرة تعرضت للخطر آخر واحد يمشي، لكن لو أول أحد هرب ما ينفعش يبقى قائد. يعني هرجع برضو يمكن لفكرة كنا طرحناها آخر مرة سيدنا يعني برضو الناس اللي بتقف وتتعرض لكده، ويمكن أكيد بتشوف اللي بيحصل مع بعضهم جوه المكان اللي هم موجودين فيه، أو بتشوف فيديوهات إن البعض هو منهم هم اللي بيقتلوا بعضهم عشان بعد كده يتهموها مثلا في جيش أو غيره. الناس دي برضو يعني مخافي أو يعني ايه اللي يدفعها كده ان هي تبقى لغية المخ خالص ولغية التفكير ومساقة تماما فعلا، يعني عكس الخراف يمكن اللي نيافتك كنت بتتكلم عنهم ان هما بيعرفوا يميزوا صوت الراعي او بيفكروا، الناس دي مخها برضو فيه؟ او الناس دي ايه اللي بيبقى ايه الايمان او ايه العقيدة ان انا يعني اصلا ولا بدافع عن ربنا ولا بدافع عن ايمان، بدافع عن شخص انا شايف هما بيقتلوني وبرغم كده انا واقف برضو، المخ ده عبارة عن ايه؟ بس يعني هو يعني طبعا الاحداث اللي حصلة دي يعني ده شغل السياسة كله، يعني حكاية الدين دي بس يعني شغل السياسة كله، يعني واضح ان ده استغلال لمشاعر الناس الدينية واستغلال لأجل تخطيط امور سياسية، وبعد كده
كل واحد بيدور على مصالحه وعلى نفسه يعني. ولو أي شخص مسؤول يخاف على الناس ويخاف على الأبرياء، لكن فدي يعني صعب الواحد يحكم عليها يعني، حتى يعني طبعا صعب نحكم عليه بالمبادئ المسيحية اللي احنا بنتكلم عنها، لأن طبعا موضوع مختلف تماما. وحتى يعني من ناحية المفاهيم الإنسانية العادية يعني، بلاش حتى المفاهيم المسيحية، طبعا يعني الأمور واضحة. زي مثلا لما مجموعة إرهابيين بيخشوا مثلا يخطفوا طيارة مثلا ويهددوا ان هيفجروها بالابرياء، طب الناس اللي قاعده دي ذنبها ايه؟ لكن السلطات بقى بتحاول انها تحافظ على ارواح الناس اللي موجوده، عشان كده بيبقوا يعني مش راضيين ان هم يهجموا مثلا على الطياره دي. ما هو ممكن في قوات اللي موجوده كبيره تموتهم، بس هيموتوا الناس اللي جوه الطياره اللي جوه الطياره. فبيفكروا في طريقه ازاي ان يحموا الرهائن اللي موجوده دي، لكن الارهابي ده ما بيبصش في الرهائن دي يعني، بعكس هيموش يعني حتى لو ماتوا. فممكن ناس تاخد شعب رهائن يعني، وطبعا بيخوفوا المسؤولين، لان المسؤولين برضو حريصين على ارواح الناس دي يعني مش عارف يعمل حاجه، لانه ما هو خايف على الناس دي. الناس دي ما هو مغيبه، ما هو شعب برضو. فبتبقى الموقف صعب نتيجه انه يعني انت بتحرص على ارواح الناس، لكن اللي قدامك ده مش همه ارواح الناس دي تموت، يجرالها اللي يجرالها، ما يهمهاش يعني. يعني على رغم فعلا الفارق في التشبيه، او يعني لا يوجد وجه للمقارنه اصلا، بس يعني لو فكرنا فعلا ان الناس دي قدامها اتنين من الرعاه، واحد خايف عليها جدا ويعني حريص كل الحرص لغايه دلوقتي على ان هو يسفك اي دم فيهم، وقدامهم راعي تاني مش همه خالص ومستعد يضحي بيهم كلهم وهما واقفين ومدركين كده، في شويه نظير شويه عطايا ماديه مؤقته او حاجه زي كده، ممكن يكون الناس واقفه ومستعده انها تتنازل عن حياتها كلها، مع الفارق يعني في التشبيه. بس يعني احيانا بحس ان ده ممكن يكون برضو موقفنا من ربنا يعني، او يعني الراعي فعلا اللي هو عايز يحافظ علينا، ولو الشيطان هو عايز يهلكنا وبيغرينا بشويه حاجات مؤقته يعني، احنا بنجري برضو على الحاجه المؤقته. ما هو يعني هو ده كل الصراع اللي الانسان عايشه، انه ربنا بيقول له حاجه والعالم بيقول له حاجه تانية. لو خدناها من ناحيه روحيه هي كل ملخص الصراع اللي الواحد فيه، يصدق مين؟ يعني يصدق مين؟ حواء صدقت، ما هو كان في اغراء انه انتوا يوم تاكلوا من الشجره دي هتكونوا مثل الله، ونسي ان هم اصلا ربنا خلقهم على صورته ومثاله، وصدقوا الكلام ده، نتيجه كده فقدوا كل حاجه. الابن الضال برضو افتكر ان دي الحريه، اكتشف ان دي هي دي العبوديه. فالانسان يعني ان يعرف ربنا، محبه الله للانسان، وفعلا سعاده الانسان ان يكون مع الله. لكن مش الكل بيفهم كده يعني، الناس بتفتكر ان الوصيه دي تقييد للحريه، وانه بتمنعه ان يبقى سعيد وانه يبقى فرحان، وانه يعني فكل دي ما مره واحده بتقول لي ايه يعني، احنا دلوقتي الشباب مثلا ده المراهقين كل حاجه بنقول لهم عليها لا، يقولوا مثلا عايزين نروح حفله رقص بنقول لا، ان هو مش عارف اصدقاء لا، مش عارف ايه لا لا، فايه يعني كل حاجه لا. طب احنا بالعكس، احنا مش كنيسه لا، ده بكنيسه الايجابيات. احنا بدل ما نقول له احنا اللي بنقول لك لا ما تروحش الحته الفلانيه، احنا اللي بنقول لك انك ازاي تحافظ على طهارتك، ازاي تعيش حياه مقدسه، ازاي تبني صداقات طيبه، ازاي تفهم الحريه الحقيقيه. فانا بديها له بطريقه ايجابيه، لكن انا لو خدتها له بطريقه ان احنا بتوع لا كل حاجه ممنوعه. يعني هو الصوم مثلا مش هو امتناع عن الاكل، لكن هو السمو. فلو لو خدناه في حرمانه من الاكل هنتعب، لكن لو خدناه في سموه هنفرح. لو خدنا الصلاه ان الواحد يعني اهو واجب بيأديه ولازم يقف، ما خدناهوش انه ده لقاء مع الله،
يبقى احنا الحاجة اللي مقيدة الواحد عايز يخلص الصلاة عشان يعمل بقية الحاجات التانية اللي هو مبسوط منها وهكذا. حسب ما احنا بنقدمها، هل بنقدمها بطريقة إيجابية ولا سلبية؟ عشان كده السيد المسيح ما تكلمش على سلبيات العالم، يعني ما جاش يتكلم على ايه الأديان اللي موجودة في العالم وايه الأفكار اللي موجودة وابتدى يمسكهم واحد واحد، لكن جاي يتكلم على الله المحب، الله الآب المحب. ابتدى يتكلم على الإيجابي، ايه اللي هتاخده لما تيجي معايا، مش ايه اللي مش ايه الظلام اللي انت فيه. يعني بدل ما يكلموا على الظلام اللي هو فيه ويوصف له قد انت عايش في ظلام، قال تعالى بس بص شوف على النور. اول ما هتشوف النور خلاص هتدرك عمق الظلام اللي انت كنت فيه، فمش محتاج ان انا اوصف لك في الظلمه اللي انت فيها، انا بس اديك افهمك ايه هو النور، هتفهم يعني ايه مشكله الظلام. فالطريقه الايجابيه هي دي يعني الطريقه اللي الانسان بيعرف بيها الله، ودي اللي تساعده ان هو ينمو في حياته في علاقته مع ربنا. يمكن يفتك ذكرت حالا في وسط الكلام على فكرة ان الكنيسة كانت بتسمح بهروب البعض، يعني يمكن احنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن قصة لمعلمنا بولس الرسول اللي هو وسيلة ويعني وزي هم هربوهم كده او يعني هم خلوهم يمشوا بالليل علشان الحاكم ما يجيش يقبض عليهم. في مرة معلمنا بولس الرسول دلوه من السور بتاع دمشق عشان يهربوه، بس في مرة تانية وهو في سجن فليبي اتفتحت ابواب السجن وكان قدامه ممكن وسيلة ان هو يهرب هو وسيلة وما هربوش. حتة امتى الواحد ممكن يبعد او ما يبعدش، يهرب ما يهربش، اشمعنى هرب المرة دي وما هربش المرة دي، اشمعنى يعني امتى الواحد يعمل كده وامتى الواحد يعمل كده، يحددها. طبعا القديس بولس الرسول في سجان فليبي هو حرصا على السجان، لان السجان هيموت نفسه. ولما لقي الحكايه كده قال خلاص بقى المساجين هربوا ويبقى انا هتعاقب، فاراد ان يقتل نفسه. فالقديس بولس الرسول اراد ان يطمئنه ما تخافش احنا كلنا موجودين، ليه؟ لانه حرص عليه. فالانسان ممكن بيضحي لو كان هروبه هي هي يعني هيؤدي الى هلاك ناس. لكن كون ان هو ممكن ان هو يهرب من شيء لكن مش هتضر حد، يعني مثلا لما نزله بولس من زنبيل ما ضرش حد في حاجه زي كده يعني. لكن القاعده الاساسيه هي الانسان لا يسعى للضيق، لكن الانسان لو جات له ان هو ما يعني ما يفشلش ويكون مصابر ويعتمد على ربنا في انقاذه منها، لكن ما يحطش نفسه في ضيقه، يعني شاف مثلا حاجه هتسبب له مضار بيبعد عنها. لكن لو اتحط في موقف انه هينكر فيها ايمانه او مسيحيته، هنا بقى ما يقدرش يضحي بايمانه عشان قدر يحمي نفسه. تمام. انا يمكن يعني هسال على حاجه الناس اللي هي حاليا وما زالت مستمرية ان هي عايزة تمشي كلامها بالقوة وبالتهديد وبالقتل وبالسلاح، يا انا يا القتل. يمكن هرجع برضو للرسل اللي كنا بنتكلم عنهم المرة فاتت، وكنا بنتكلم عن هما فتنوا المسكونة، ويمكن نيافتك وضحت لنا الفرق بين فتنوا بمعنى الفتنة او المعنى اللي هما ما كانوش يقصدوه ان هما فعلا فتنوا المسكونة وملوها بالإيمان وملوها بالتعليم. يعني اشمعنى دول؟ ايه القوة اللي كانت عندهم ان هما نشروا كل الكلام ده من غير ولا قتل ولا تهديد ولا قوة ولا سلاح، ومجموعة بسيطة جدا، مجموعة مش مسلحة، وبرغم كده الإيمان بتاعهم انتشر. بس نطلع فاصل ويعني أعرف من يافتك الإجابة. أحب أن انتظرونا بإذن ربنا بعد الفاصل نشوف الإجابة على السؤال.
الرب لي راعي فلا يعوزني شر، وإن سرت في الوادي أو في ظلال الماء الرب لي راعي فلا يعوزني شر، وإن سرت في الوادي أو في ظلال الماء فلا أخاف أبدا ما دام لي راعي، ولا أخاف أبدا ما دمت مع يسوع، ولا أخاف أبدا ما دام لي راعي، ولا أخاف أبدا ما دمت مع سرور، ساعدني كي أمشي في النور، احفظني من كل شرور، ناجي نفسي يا يسوع. إني واثق بربي وبطريقي يعافيني، ضعفت نفسي فهو دوما يقويني، إني واثق بربي وبطريقي يعزيني، وإني يوما ضعفت نفسي فهو دوما يقويني. اهلا بيكم احبائنا مره تانية معانا، اهلا بنيافتك مره تانية معانا سيدنا. سيدنا يعني ايه اللي كان مدلهم يعني القوه الفظيعه دي فيهم هم نفسهم بدون اي جبروت؟ كنا زي ما بنشوف ناس بتحاول تفرض ارائها بالقوه وبالسلاح وبالارهاب وبالتخويف والتعذيب وهكذا، كل الحاجات اللي احنا يعني مش بنقراها في الكتب زي او نسمع عنها زي فترات قبل كده، لا بقينا شايفينها ومتصوره وبنشوفها كده. ازاي هم عملوا كده التلاميذ والرسل وهم في منتهى الضعف الجسدي ومنتهى القله العدديه؟ ما هو المسيح وعدهم قال لهم ولكنكم ستنالون قوه ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم واليهوديه والسامره والاقصى الارض. فهم انتظروا لحد ما خذوا القوه من الاعالي، قوه الروح القدس اللي قادتهم في كل الخدمات اللي مشوا بيها، في ما اعتمدوش على اي امور ماديه،
والمسيح حط مبدأ أنه الإيمان لا يدافع عنه بالسلاح أو لا يدافع عنه بالأمور المادية، وأيضا لا يتم بالإغراء. يعني مبدأ أن الإيمان ما نغريش الشخص عشان يخش الإيمان، بل بالعكس الإنسان بيخش الإيمان بيحتمل بيتألم. عشان كده من الأخطاء في اللي ممكن تحصل في العمل الكرازي إن نشوف الشخص محتاج فنقول له احنا نديك احتياجه بشرط انك مثلا تؤمن او بشرط انك تنضم. هنا السيد المسيح لو خدنا مثلا مثل المولود اعمى، السيد المسيح ما قالوش يعني تؤمن بي عشان خاطر ان انا اشفيك يعني، لكن هو بعد ما شفاه سأله أتؤمن بابن الله؟ فاذا العمل الاول عمل المحبة، فالقلب بيتلامس مع محبة الله. عم يجي مثلا نعمل عمل كرازي، مفروض ان احنا نقدم خدمة للناس، نقدم لهم محبة، وبعد كده هم بيتفاعلوا مع ويأتوا. او ساعات مثلا يجوا ناس مثلا في خدمة اخوة الرب فيقولوا لهم مثلا هنوزع عليكم لحمة ولا هدوم، بس اللي بيجي اللي ما يجيش ما ياخدش. طيب هم هيجوا عشان ياخدوا، ففي خلط ما بين مهم قوي نهتم بحياتهم الروحيه، لكن ما نربطهاش بدي، لان لما هنربطها بيها هيحصل خلط يا ترى. فاذا الحياه مع الله هي حياه لاجل الله، ليس لاجل الامور الماديه. ليه؟ لان في الابديه ما هو ما فيش عطايا هتاخدها الانسان، يعني وعد الأبدية، يعني فيش حاجة ربنا هيدينا إيه غير نفسه، نحن نكون معاه. يعني فيش حاجة هياخدها. فإذا لو الإنسان في علاقته مع ربنا لسه متركزة على العطايا المادية لكن ما دخلتش علاقة مع الله، يبقى هيتمتع إزاي بالأبدية؟ زائد إن الإيمان القوي مش محتاج للعالم يدافع عنه، العكس. يعني الإيمان نفسه هو زي ما مثلا ما بطرس قال له ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لي فإياه أعطيك، إيه؟ باسم يسوع النصير. يعني دي القوة اللي أنا عندي، لا معايا فلوس ولا معايا ذهب ولا معايا فضة ولا معايا حاجة ولا يعني، لكن أنا معايا قوة، هي قوة الاسم. وهم عشان كده كانوا موجودين بقوة الاسم، يمسكوهم يسجنوهم يعملوا لهم، لكن مين القوة؟ وده اللي يعني الكنيسة بتعيش لما تكون معتمدة على قوة ربنا، إن احنا شاعرين إن الله هو إلهنا، هو إلهنا القوي، هو اللي بيدافع عننا، هو اللي بيحافظ علينا، وهو اللي بيحافظ على كنيسته. لأن ساعات الناس تقلق على الكنيسة وتقلق على مستقبل المسيحية. يعني طب إيه مستقبل المسيحية؟ هل يا ترى المسيحيين هينتهوا من الشرق الأوسط؟ هينتهوا من مصر؟ هينتهوا مش عارف إيه؟ تقلق إيه؟ وأنت اللي يعني ربنا لما يريد أن يكون له شهود في مكان مستنين احنا. إنما المطلوب من احنا نكون أمناء، يعني الأمانة، واحد يكون أمين بس فيما في نفسه. خلي لو كل واحد أمين في إيمانه المسيحي بدل ما يقعد يقلق ويحافظ على الإيمان ولا يتزعزع ويعيش حسب الإيمان، هتنتشر. يعني هل الآباء الرسل مثلا لو كانوا قعدوا وجوا مثلا واحد زي القديسين بطرس وبولس قالوا طب لو احنا هنستشهد ونيرون هيموتنا هيحصل ايه للكنيسة؟ ودول يعني القيادات مثلا، لا، هو دور على أبديته وقدر نيرون انه يقضي على يعني من متقدمين في الرسل بطرس وبولس، لكن قال انتهتش. ليه؟ لانه عمل الله شغال بيشتغل باستمرار. فالواحد لا يقلق على الإطلاق، لا على المسيحيين ولا على مستقبل الكنيسة. يقلق على نفسه لو هيقلق يعني، ويدور على خلاص نفسه، يقدر يعمل حاجة كويس، لكن حتى لو ما عملش ربنا مش مستني عمل الإنسان. ولا واحد لما يعمل هو بياخد بركة إنه عمل.
يعني هو المسيح مثلا لما كانوش جابوا له 5 خبزات وسمكتين ما كانش هيعرف يشبع الجموع. لكن الخمس خبزات تباركت انها استخدمت لهذا الهدف. فهو يعني الواحد يعني يبقى قلقان كده وفاكر نفسه يعني ان هو اللي هيخلص وانه لو ما وقفش محدش عارف يعمل حاجه وهو ده اللي هيغير الامور وهو ده اللي حافظ على الكنيسه. لا لا ابدا، يعني الكنيسه حافظها والله هو اللي بيحوظ. هاخد تليفوني سيدنا وبعدين نرجع نكمل تاني. دكتور احمد اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا يا فندم، صباح الخير ميري هانم. صباح النور، صباح الخير نيافه الانبا في ربي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا يا فندم. اولا طبعا انا يعني اشعر ان قصه الخرشان دي حضرتك طرحتيها كطرف. انا يعني عموما اذا وجدت حضرتك حضرتك سمعاني كويس؟ اتفضل، سامع حضرتك كويس. عشان انا سامع ايكو بس. اذا طرحتي حضرتك اي اسلوب في تشبيه، فاول حاجة يعني الواحد بيعملها بيدور على المشبه والمشبه به ووجه الشبه، فكده ما بتكونش قضية. وبالنسبة للحقيقة طبعا يعني فهنا بقى زي ما قال ابونا ان وصف الاخوان المسلمين بالخرفان هو يعني متاخد منه وجه الشبه انه عديم الارادة، سهل للقيام، مش راجل. ولكن وصف الخراف في المسيحية ليها معنى اخر، الرعاية، الوداعة، التمييز. مثلا حضرتك في الخليج يوصفوا ذئب مدح. انا يعجبني الوصف ده الحقيقة. احنا عندنا يعني في مصر او ذئب هو وصف يثير الشراسة والغدر، لكن الذئب هو الحيوان الذي لا يستسلم إلا بالموت. يعني الأسد ممكن يتمسك حضرتك، الأسد فيه قوة وفي قدر من الشرف، الذئب لا يستسلم إلا بالموت. أنا صراحة لا تعجبني هذه الأوصاف إلا في مجال النص الفني أو النص الديني، يعني أنا لا أفضل استخدامها. ومش عايز أنا أعطلك، يعني ده بيسمى أنثروبومورفيزم في علم الفلسفة، وتعتبر مغالطة منطقية في التفكير العقلاني إلا في مجال الفن أو النص الديني. أنا عايز أقول الحقيقة إن موضوع البومباستير الرائع الصالح هو موضوع يعني جميل جدا ورائع، وبيصب في مجال ما يحدث. هناك راعي صالح وهناك راعي شرير، والحقيقة يجب يعني أن نزن الأمور بمكيال واحد لا بمكيالين. لا شك أن الإخوان المسلمون هم إرهابيون قتلة لا دين لهم ولا راعي صالح لهم. هناك راعي صالح وهناك راعي شرير. ويعني قد كان ما كان مما لست أذكره، يعني أمنا بسلطتين حضرتك وأمنا بتأييد سيادة الفريق السيسي، وهو يعني هذا التفويض لم يكن معناها أن بعد ما نوافق ان احنا يعني نقوم نقتل المتظاهرين. الحقيقه الموضوع بتاع حضراتكم ابليكابل على الاعلام، لان الاعلام نفسه هو يسير في هذا المنحى. اذا كان الحقيقه انا بتكلم على الاعلام الوطني الذي قام بدور رائع، بما في اعلام في امريكا حضرتك، الاخوه المصريين في امريكا. فالحقيقه هم يعني بيسيروا بنفس الطريقه كالقطيع اللي احنا بنعترض عليها. فتجدي حضرتك مثلا ان تصريحات الدكتور البرادعي رجل شبيه. هو صحيح ليس رجل ثوره، هو رجل مفكر سياسي ورجل عالم، وربما انا اختلف معه في هذه المرحله. ولكن لما يجي الدكتور البرادعي يصرح بعدم استخدام القوه المفرطه تجاه الإخوان المسلمين، أنا أتفق مع هذا الكلام الحقيقة، وإلا لا أكون إنسان صالح. أما يجي بقى ممكن الناس تعبر عن رأيها أن هذه رخاوة للدولة، ويجب يعني الحقيقة أنا بحس إن الإعلام يعني كله مونتراك دايركشنال كالقطيع، إن واحد بيردد الكلمة وكل الناس بيرددها. يعني يقولوا إحنا خدنا إدينا تصويت للسيسي، عاملة زي الطفل ولا اقتلوا يا بابا اقتلوا يا بابا. يعني ليس هكذا تدار الامور.
مثلا يا سيدتي، حينما السيدة كاترين أشتون حينما تزور مصر، وأنا ضد هذه الممارسات ولا أتفق أن تزور مرسي، ولكن هل من حقها أن تزور مرسي؟ هذه مسألة كونتروفيرسيال. الشيء الثاني برضو اتهم البرادعي، مع أن هي صارته بتصريح من قاضي للتحقيق. الحقيقة الإعلام كله بيردد نفس المقولة واحدة، وهذا ليس مفيد يا سيدتي. على سبيل المثال، آخر مثال عشان ما أطولش البرنامج المبارك بتاعكم، إن الإخوة حتى يعني المصريين اللي هم الأمريكان يعني الحقيقة قاموا بدور وطني وهجموا أمريكا، ولكن بيهجموا أمريكا بشكل اللي هو الشكل المصري برضه، إن هو يجي مثلا بيهاجم أمريكا فيما يتعلق بالإخوان المسلمين، وبيجي هاجم الاتحاد الأوروبي أنه لا يمارس العدل والأخلاق تجاه الشرق الأوسط. لماذا أنت تزور مبارك، لم تزور مبارك وتريد أن تزور مرسي؟ الحقيقة أنا لا يعجبني هذه الطريقة، بالعكس أنا كنت أفضل أن أعبر عن هذا. الناس بتلعب في زاوية وأنا حضرتك لاعب بشوط في الزاوية الثانية، وإلا هبقى لاعب لا أجيد اللعب. أنا أقول إن الاتحاد الأوروبي لم يكن عادلا تجاه الشعوب الأوروبية بعد ثبوت تجسس الإدارة الأمريكية على أوروبا بالكامل، وبعد فضيحة السيد إدوارد سنودن أنه يتجسس على ألمانيا وفرنسا وإيطاليا عبر جواسيس وعبر كابلات، حتى أن كل ما يمر بنظام سويفت يمر على أمريكا، الأمر الذي يتعدى مسألة التجسس واستباحة المعلومات الشخصية والتجسس على الأرصدة وانتهاك براءة الاختراعات وانتهاك الأمن الأوروبي. أنا أتكلم في كده حضرتك، أنا أريد من الإعلام المصري الأمريكي أن يخاطب الأمريكان، إحنا في الشرق الأوسط فاهمين كل حاجة. فيعني أنا أتمنى الحقيقة من الإعلام الصبر في مسألة خط المظاهرات، وهي ستصل إلى يقين. الصبر الحقيقة من الأشياء المهمة جدا. في مثل فرنسي الحقيقة أختم به يعني القاية مع حضراتكم، يعني لو باسيونس لانتيليجونس لو ترافاي سول تيغواك لي دو ساكسي. فعلا الصبر والذكاء والعمل هي مفاتيح النجاح، لا نجاح بدونها. وربنا يبارككم، انا مش عايز اعطلكم الحقيقه، وربنا يبارككم. ميرسي خالص لمداخله حضرتك، ويعني بنطلب حكمه للمسؤولين ان هم يتصرفوا بحكمه من عند ربنا يعني. طب سيدنا ناخد تليفون تاني. باشمهندس جورج، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. بيك مقبلة يا سيدنا، والحمد لله بالسلامة، ونورتنا واوحشتنا جدا، واهلا بيك يا مير. اهلا وسهلا بحضرتك. تذكرين على البرنامج الرائع الجميل ده اللي بياخدنا من وسط الاحداث المفرحة المتعدة، وبينقلنا نقلة روحية. سعادتك دايما السيد ما بتخلي عينينا مفتحة على السماء. وموضوع القطيع والراعي الصالح والموضوعات الجميلة دي موضوع جميل، ولد مش عاوز تقيل، لأن احنا في خضم أحداث بنشوف فيها إيدين ربنا ووعوده الصدقة بتتحقق، وإن كنيسته المحفوظة قدام فيه وبعنيه اللي بذل نفسه من أجلها، بنشوف عنايته الفائقة بينا اليومين دول. مهما كنا نتطور ما كناش نتخيل أبدا إن ده يحصل للإخوان المسلمين بعد ما تمكنوا من الدولة ومن المفاصل وإلى آخره من الكلام اللي كلنا منتجينه وعايشين اليومين دول. كل ما أتمناه سيدنا ان احنا داخلين على فترة جديدة وصفحة جديدة في تاريخ مصر، بكل تأكيد هتنهي حقبة دمى متعدة من ايام الشيخ الشعراوي. مش هنقول حسن الان، هو واقع الشيخ الشعراوي بالبذاءات بتاعته، الحقد والغير
والفيل والكلام ده اللي وصلتنا الى الموت. واراد ربنا بحنيته الفائقة ان هو يقلب الطفة دي كلها ويروحوا للمصير اللي هم يستحقوه. يا ريت سيدنا خلال اي برنامج سياسي موجود في قناة لوغوس جميلة انك تدعو الاخوة المفكرين السياسيين والاخوة اللي هم باعوا النقاط في العمل السياسي ان هم يدلوا بكل واحد افكاره ازاي نتصرف في الفترة القادمة، لان في افكار كثيرة جدا من قالت حاجات ايجابية، انما نبلور ازاي نبقى مؤثرين في الفترة القادمة. نقبل اياديك سيدنا، ربنا يخليك فينا، وفي انتظارك في عيد ست مريم المجدلية فردين الورد والرمل والتنيين تشريفك وتبريدك كتير. حللنا فيك. مرسي مرسي خالص يا دخلة حضرتك، كتر خيرك. وعيد القديسة مريم المجدلية يوم الحد، فإن شاء الله أنا هكون هناك في العشية والقداس العيد يعني. حلو خالص، سهرة كبيرة. نفسك تحب تعقبي سيدنا على ازاي يكون في دور يعني الفترة هو الجاية؟ طبعا احنا يعني زي ما قال الباشمهندس جورج ان احنا داخلين على مرحلة جديدة، بس لسه الامور يعني بتتضح، فنتمنى يعني الفترة دي الانتقالية انها تتم بسلام، وانه يعني مصر هتنمو باولادها كلهم، ونتمنى انه يعني الكل يدرك انه المصلحة ان كل الناس تتعاون مع بعضها، وان سيطرة مجموعة على بقية الشعب دي ما مش هتجيب نتيجة. ويعني طبعا لا نتمنى ان يحدث عنف ضد احد او حد ان يبقى يعني يكفي ما وقع من ضحايا وناس من اي جانب يعني، لان دي لن تبني البلد يعني، العنف لن يبني البلد، والضغط على اي مجموعة لن يبني البلد، لكن تعاون الناس كلها مع بعضها هي دي اللي هيقدر نبني بيها البلد. فيعني نتمنى الحكمة في قيادة المرحلة الانتقالية دي عشان خاطر تطلع بأقل الخسائر، وبعد كده بقى نشوف مستقبل البلد، لأن احنا كل اللي احنا بنعمله ده ولسه ما جيناش للمشاكل الأساسية اللي بتهاجم البلد. يعني احنا الناس مشغولة بالمعتصمين، بالتفويض، باللي طلعوا والعدد كانوا كم مليون، ودول كل ده بغى الموضوع يعني جهات سلبي. يعني لسه المشكلة الأساسية اللي موجودة ما تحلتش، الاقتصاد، التوظيف، بناء البلد نفسه لسه يعني الناس مش أصلا لما قامت عشان بتدور على حياة كريمة، لسه الحياة الكريمة دي لم تتحقق بعد. لكن زي ما بقول انه يعني دي عملية طبيعية، زي واحد بيعمل عملية جراحية لازم العملية تاخد وقتها ويبقى في فترة نقاهة عشان خاطر يقدر بعد كده يطلع يشتغل ويتعب ويستعيد نشاطه مرة اخرى. فنتمنى يعني العملية الجراحية دي تتم بأقل الخسائر وما تطولش فترة النقاهة، وتستعيد البلد عافيتها، وأبنائها كلهم يتعاونوا مع بعض. والأيام أثبتت أنه أي دولة تقوم بأبنائها، أي حد خارجي ممكن يساعد، ممكن يكون ليه هدف كل، لكن ما كانش الأبناء نفس البلد هم اللي يتكاتفوا مع بعضهم ويبنوا البلد مع بعض. ما حدش هيبني بلد حد يعني. ممكن دول تدينا مساعدات، مش تقعد تدينا مساعدات على طول. ممكن دول مثلا مهتمة بالمشكلة، لكن ما هو كل بلد عندها مشاكلها، فلو احنا مش مهتمين بمشاكلنا وناخد زمام المبادرة بنفسنا محدش هيدور لنا على بلدنا يعني.
طبعا اكيد. يعني يمكن سيدنا، انا نفسي يعني بمناسبه الكلام ده يعني نيافتك تقول لنا، لان ما اعرفش انا يعني انا مش من يعني مش عارفه اقول يعني من النوع المتشائم ولا مش كده يعني، بس دايما الواحد ممكن يكون دايما بيقول يا رب استرها يا رب استرها، يعني في وسط كل الاحداث اللي بتحصل دي دايما الواحد عنده حته خايف منها، احسن في وسط الزحمه دي حاجه يعني يعملوا حاجه عمل انتقامي في اي وقت في اي مكان في اي حته. يعني نفسي ان احنا يعني نبقى عندنا، مش عايزه اقول يعني نستعد او نقدر البلاء قبل وقوعه زي ما بيقولوا بالبلدي يعني، بس يعني ازاي لما يحصل حاجه لا قدر الله ربنا ما يسمحش ان احنا ما تهبطش الامل ده او التفاؤل ده او الرجاء ده. يعني ممكن الناس دلوقتي شعر بسعاده وبراحه حتى مهما كان في شويه شغب في بعض الاماكن، الا انه بنعمه ربنا وبركه ربنا كل ده اقل خساره ممكن تكون موجوده في موقف زي دي او في حاجات زي دي. لكن يعني انا بحب دايما الاحتياط واجب، يعني ان احنا نيافتك تدي حاجه دفعه كده ان لا قدر الله لا قدر الله ان لو حصل اي حاجه في اي لحظه دي ولا تهبط من عزيمتنا ولا تهبط من الامل ولا تهبط من الايمان ولا اي حاجه. هو يعني لما احنا يكون قدامنا هدف يبقى مستعدين ان الاجل الوصول لاجل الهدف ده حتى لو حصلت بعض الخسائر انه دي قليله بالنسبه للهدف اللي احنا بنسعى ليه. وزي واحد مثلا حاطط هدفه خلاص نفسه وابديته، فمستعد يضحي بحاجات كتير، ممكن يضحي بشغلانه معينه، ممكن يضحي في مكان معين، ممكن يضحي بصديق، ممكن يضحي بعلاقه معينه، كل ده ما بيعتبرش انه بيخسر. زي ما قال قديس بولس الرسول: وما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح خساره، واني احسب كل الاشياء نفايه لكي اربح المسيح. رغم انه قال انا كنت فريسي ابن فريسي وليا مكانتي وليا وليا وليا، لكن كل ده انا بحسبه ده لا شيء عشان اربح المسيح. فالواحد لما بيحط في حياته قدامه الهدف، يعني بتكلم عموما يعني في حياته الشخصيه او في حياته الكنسيه او في حياته الوطنيه، لما قدامي هدف معين، الهدف ده واضح قدامي بسعى عليه، يبقى بحس ان اي خساره ليست خساره طالما هتوصلني الهدف. الحاجه الثانيه انه مفيش حاجه كلها صعوبه وكلها سهوله، دايما الحياه خليط ما بين الاثنين. يعني مفيش يوم يعني صعب كله، مفيش يوم راحه كله، نسبه. فاللي يساعد الانسان على يواجه الصعوبه ان يبص على الايجابيات. يعني واحد مثلا في مرحله مثلا ماشي في طريق قدامه لسه فتره على ما يوصل، لو قعد يبص للي فاضل يتعب، طب ما يبص للي عدى. فلما يبص للي عدى يتشجع يقول هانت، فات مثلا كم ميل عديناه، او مثلا مسافر بالطياره قدام 10 ساعات مثلا اهو فاتوا 5 صح، لسه فاضلين 5، لكن اهو في 5 عدوا، اللي عدى الخمسة يعدي اللي جاي. فبرضه لو الواحد يبص على الحاجات اللي عدت يقول برضه اللي عدى دي يعدي كمان اللي جاي، فما يقعدش بقى يركز على الصعوبات. الحاجة التالتة انه احيانا الانسان يتخيل حاجات، يعني يعيش في كلمة لو ولو ولو دي، فاللو دي بتخليه يتخيل حاجات وممكن ما تحصلش، فيبقى هو تعب نفسه على الفاضي. استنى لما تحصل، طالما هو ما فيش حاجه يقدر انه يعملها، يعني ما فيش في ايده حاجه انه هو يعمل حاجه. فربنا كده يدي سلام، ويعني اللي عدى كل الامور اللي فاتت دي يعدي. ويعني لو رجعنا تاني يعني لمصر نقول انه يعني اي تطورات في حياه الشعوب، ما العمليه مش سهله. وبعدين يعني لو انا ببصها في يعني في نظره عموميه اكتر منها يعني بس اللي حاصل في مصر، فما هو دول كتيره عشان يعني تتقدم مرت بكده. يعني اوروبا مثلا اللي احنا شايفينها دي ما مرت بحروب كده. امريكا هنا يعني واحد لما مثلا ابتدى يدرس تاريخ امريكا ويشوف يعني الحرب الاهليه اللي حصلت في امريكا دي،
وآلاف الضحايا والبشاعة اللي كانت الناس بتموت بيها يعني تتضاءل أمامها اللي بنسمعه دلوقتي. لكن لولا هذه الحرب الأهلية اللي حصلت ما بين الشمال والجنوب ما كانتش تكونت الأمة الأمريكية. يعني هم حصل استقلال لكن بعد كده ابتدوا يتكونوا يعني ما يدوش حصل صراع انتهى بأن ابتدت تظهر الولايات المتحدة ويحطوا الأساس اللي هم قاموا عليه. النهاردة مثلا أوروبا نرجع تاني لولا الحرب العالمية الأولى والتانية اللي بهدلت أوروبا ما كانش أوروبا نضجت لأهمية السلام والأفكار اللي موجودة عليها. فإحنا برضو يعني إحنا يعني الشعوب بلاد بتمشي في سكة جديدة من ناحية الديمقراطية دي بالنسبة لنا برضو يعني حاجات جديدة تعودناش عليها. لا يعني مثلا بلد زي مصر تاريخها 7000 سنة لما يكون في 7000 سنة دي أول مرة في تاريخ مصر أن يكون في انتخابات رئاسية هي أيام رئيس مبارك وأيمن نور والنتيجة معروفة لا يعني أول مرة يعني مصر عمرها ما حصل فيها انتخابات رئاسية أول مرة في التاريخ مصر يبقى في حاكم سابق يعني حاكمين دلوقتي حاكم سابق عايش ما حصلش أبدا. يعني فرعون كان بيقعد لحد ما يموت يموت مقتول يموت موتة طبيعية وهكذا. يعني بنبص في التاريخ كده مثلا ما حصلش في تاريخ مصر ان فطبعا كنا نبقى في 2 رؤساء سابقين صح يعني ما كناش نتمنى ان يكونوا محبوسين وان فعلا بكره مصر هتتطور ان يبقى زي هنا في امريكا ممكن يكون اكتر من رئيس سابق عايش وله دور ايضا في المجتمع مش مستني مثلا لو ساب الحكم هيلاقي نفسه تاني يوم في السجن. لكن على الاقل يعني شفنا حاجه جديده ما كناش انا شخصيا ما كنتش يعني كنت اقول لو مصر فيها رئيس سابق ده يعمل ايه يعني يبقى شغلته ازاي طب هيتعاملوا معاه. لكن يعني ما كناش نتمنى ان يكون ده المنظر لكن مين عارف بكره زي ما كان زمان مثلا ايام عبد الناصر ما كناش نسمع ان في وزير سابق اول ما طلعوه من الوزاره يبقى مغضوب عليه اختفي كده محدش يسمع عنه يعني هو بيبقى عايش بس محدش يسمع عنه يعني اختفى كده. بعدين جه ان ممكن يكون في رئيس وزراء سابق وعايش وبرضه ليه دور وممكن يسألوه ويستشيروه ويعني عايش مواطن عادي يعني مش لازم يطلع من الوزارة تحديد إقامة أو في سجن أو حاجة زي كده ففيت يعني يا رب سيدنا يكمل. طب اخد تليفون تاني. استاذ وجيه اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل. اهلا وسهلا معلش انا اسفه حضرتك بقى لك على التليفون وقت اتفضل. اهلا وسهلا اسال حضرتك تعالي صوت شويه الصوت مش واضح سنه طب اوكي هنحاول نسمع حضرتك اتفضل. أنا السؤال بتاعي اللي بيحصل ده طبعا يمكن اللي بيحصل دولة مصر ليه الاستثمار القوي بالجماعة دي بيكونوا جماعة مقدورة وبعد البرامج اللي بيعمل فيها بتشوفها كل يوم بيكون مختلفة لماذا الاهتمام بهذه الجماعة؟ ما شفناش الاهتمام ده قبل كده في امور حصلت في مصر. طب استاذه جيه انا اسفه هو دلوقتي بس يمكن الصوت واضح سنه فلو حضرتك تعيد السؤال تاني. احنا شايفين ايوه الاحداث اللي بتحصل في مصر تمام ساعه بدايه ثوره 30 يونيو ايوه مدير الاداره الامريكيه وشايفين واحدة اللي اسمها ان اشتد ولا مش عارف اسمها ايه كانت جاية مندوبة من الامم المتحدة كانت جاية عشان تتكلم مع جماعة الاخوان وتتكلم معهم على المشاكل اللي بتحصل في مصر. انا سؤالي لماذا هي مهتمة قوي بالجماعة يعني ما حصلت ايام مبارك اللي في حد جه اهتم قوي
في الامور بتاعت مصر اي شكل. لماذا الان الاهتمام باي حدث والاهتمام بهذه الجماعه جماعه الاسلام؟ اوكي خلاص. مش يعني ده ما حصلش امبارح ازاي؟ ليه بيحصل دلوقتي؟ ليه هم مهتمين؟ لو هم عمرهم ما اهتموا ابدا باي احداث حصلت زمان ولا تدخلوا في اي حاجه، اسمعنا دلوقتي بيتدخلوا ويتكلموا. ده السؤال بتاعي. اوكي تمام، ميرسي خالص يا استاذ وجيه لمداخلة حضرتك. يعني هو سؤال سياسي. سؤال ليهم بقى. سؤال سياسي. يعني سؤال ليهم. هو طبعا يعني انا اعتقد انه بالنسبه لهم الدول الغربيه دي اللي بيحصل في مصر بيجيب لهم مفاجآت، يعني هم بيبنوا على حاجه، يعني زي ما فوجئوا برضو في ايام في يناير مبارك انه فوجئوا بالثوره الشعبيه اللي حصلت دي، ما كانوش متوقعينها. فبرضو كان في اهتمام يعني. طبعا يعني شافوا في انتخابات وبعدين فجأة لقيوا انه يعني الشعب قام ورئيس اتشال، لان ليهم مصالح ومصر دولة محورية. وانا اعتقد انه ممكن يكون في ترتيب معين في منطقة الشرق الاوسط اتبنى على وجود نوعية معينة الناس تتولى الحكم، وفجأة لقيوا كله ده بينهار. فطبعا عايزين يشوفوا، يعني انا اعتقد ان اللي هو اشار اليها السيده اشتون، يعني انا اعتقد ان دورها الاساسي هو جمع معلومات ومعرفه الوضع فيرست هاند اكتر منها انها تحل مشكله. في الاخر بعد ما لفت وزارت وشافت الناس كلها رجعت قالت انتوا تحلوا مشاكلكم بنفسكم لما تعوزونا قولوا لنا. يعني الناس قعدت تقول دي جايبه اقتراحات، دي عامله مبادره، ما عملتش حاجه خالص، هي جمعت معلومات وشافت بنفسها، لان هم ناس يعني تفكيرهم تفكير منطقي وعقلاني مش عاطفي مبني على معلومات. فبيروح شوف بيفوجئوا بموقف زي كده، عايزين يفهموا الموقف ده. واكيد بيعيدوا حساباتهم تاني بناء على عشان احنا بنقول انه يعني الحاجه الايجابيه ان الشعب المصري في اغلبيته قدر ان هو يبص على مصلحته، مش يستنى الناس اللي تدور له على مصلحته، لانه ما فيش حد هيدور لك على مصلحتك الا انت. فاحنا اللي نعرف مصلحتنا ايه، مش نستنى مثلا. كان الاول يقولوا طيب استنى ما نشوف امريكا هترضى على مين عشان يبقى رئيس، كل واحد بيستنى رضا امريكا. فدلوقتي لا، انت اللي بتخلي امريكا توافق عليك او ما توافقش عليك. وده شيء طبيعي. وهم في الاخر بيقولوا انتوا، يعني ما هو برضه وزير الخارجيه قال المصريين هم يعرفوا الديمقراطيه بتاعتهم، احنا مش هنعلمهم الديمقراطيه. وهي دي قالت انتوا شوفوا مصلحتكم بنفسكم ولو عايزين تبقوا تقولوا لنا يعني. يمكن يعني استكمالا للسؤال اللي بيقولوا ليه ما عملوش كده مع حسني مبارك مثلا، وليه بيعملوا كده؟ بتهيألي هم يعني هم حاسين بان يعني بعدم توازن هو امريكا والدول الاوروبيه نفسها، يمكن حاسه ان ازاي دوله قدرت تعمل كده تخرج عن طوع امريكا مثلا، او عن ان هي ماشيه حاضر نعم اللي يقولوا عليه وخلاص. يعني اكيد دي برضو يعني كانت ضربه جامده ان شعب كده يفاجئ ان هو بيمشي كلمته على تخطيط. يعني في حاجات هم يعني برضو مش مفهومه بالنسبه لهم. يعني فكره انه تغيير الحكم بنتيجه اعتصامات ومظاهرات برضو دي جديده. يعني فبرضو مثلا طيب رئيس شالوه، طب يعني ايه محبوس ولا محددة اقامته ولا ايه؟ فهم قالوا لهم لا ده احنا خايفين عليه. وبعدين رجعوا قالوا لا ده في اتهامات. يعني برضه الموقف يعني كان في نوع من الغموض في البدايه لحد ما الامور ابتدت يعني تتضح. فاحنا برضه الناس اللي مش فاهمه الاجواء دي يعني بتحتاج الوقت برضه انها تستوعب. يعني اكيد يعني الحاله بتاعت مصر يعني تعتبر حاله برضه متميزة. يمكن هيدرسوها بالزبط. يعني مثلا ما قعدوا يناقشوا هو ده انقلاب ولا مش انقلاب،
ما هو يعني ايه تعريف ابتدى يعيدوا تعريف الانقلاب، لانه احنا في وضع مختلف. في جيش تدخل لكن في اراده شعبيه، طب ده تسميه ايه؟ انا اعتقد ان يعني في العلوم السياسيه يعني ما حدث في مصر سوف يكون يعني مجال للدراسات لتحديد، او ممكن تقدم نموذج جديد. بالظبط. زي مثلا يعني في حرب مثلا اكتوبر كان مثلا لما عملوا خط بارليف قالوا ده مش ممكن حد، ده ولا قنبله ذريه تجيبه، فكل مصير اخترعوا الميه ينزلوه بميه، كان بالنسبه له حاجه جديده يعني بتدرس في الاكاديميات العسكريه ان ايه الطريقه الجديده اللي اخترعوها المصريين دول ان الميه تعمل حاجه زي كده. فيعني مصريين يعني بيعلموا العالم حاجات كتير. ولاد فراعنه بقى يا ربنا. يمكن يعني يمكن بقى عشان انا قلت الكلمه دي غلط، يعني ان هم يعني لان هي يعني هي في الاول وفي الاخر هي عمل ربنا. ويمكن دي نقطه نيافتك يمكن كان قبل المداخلات نيافتك بيتكلم عن الانسان يكون متكل على ربنا وباصص يعني لايد ربنا اللي بتشتغل في الاحداث دلوقتي. انا يمكن برضو عايزه نيافتك يعني نقف عند نقطة كده، هي يمكن مع كل طبعا الاحترام وكل التقدير وكل يعني الشكر للفريق السيسي مثلا على الموقف اللي هو بيعمله أو الموقف اللي هو بياخدها، إلا إن برضو بخاف من حتة إن إحنا ما فيهاش أي إنكار لدوره، بس بخاف من حتة إن إحنا نقول، لأن البعض بيقول كده ربنا يسترها بس عشان ما حدش يعمل فيه هو مثلا حاجة، لان لو هو حصل له حاجة يبقى خلاص البلد هترجع تنهار مرة تانية وهكذا. يعني انا اقصد ان احنا نقدر نفرق بين شخص ممكن ربنا يكون استخدمه في وقت من الاوقات، هو في حد ذاته حلو، هو في حد ذاته كويس طبعا ما ننكرش دوره، فرق ان احنا نبقى متكلين على هذا الشخص ان هو يعني عايزين ربنا يحافظ عليه، وإلا الموضوع كله هينهار مرة تانية وإحنا هننهار مع الموضوع. هو طبعا يعني كنا بقى هنتكلم في الموقف، يعني أنا رأيي أنه يعني الموضوع أعمق من شخص، لأن هو الصدام ما بين يعني الجماعة الإخوان والجيش ده قصص، ده ليها تاريخ. يعني ليه؟ لأن في يعني في شيء أساسي بيختلفوا فيه. الجيش مهمته الأساسية المحافظة على الوطن، فالمحافظة على الوطن بالنسبة له ده سبب وجوده. الجماعة فكرها الخلافة مش مرتبطة بوطن، ففي اختلاف فكري واضح ما بين الاتنين، فلازم الصدام هيحصل. وده اللي حصل، انه يعني اللي حرك الدنيا مفهوم اللي حصل في سيناء اللي حصل وبالنسبة للحدود مع السودان، فلازم هيحصل صدام ما بين المؤسستين، لأنه في اختلاف فكري أكبر وأعمق من مجرد، لأنه ما هو الفريق السيسي ده هما اللي عينوه ساعتها، يعني كان الناس كتير تعتقد أنه بدام شالوا الاثنين اللي قبل كده يبقى اللي هيجي ده بتاعهم، هم يعرفوا مطمئنين عليه هو اللي عينهم. لكن هو الخلاف حصل لانه في خلاف، يعني في خلاف جوهري في من ناحيه الفكر، عشان كده الخلاف ده هيظل مستمر. بعدين الخلاف ده يعني حصل خلاف مع المجتمع المصري كله، يعني انه المجتمع المصري ليه مفهوم معين للتدين، فالناس حست انه الله مش هو ده، يعني الناس دي احنا كنا فاكرين غير كده، لكن الصورة اللي انتوا بتقدموها لنا دي مش هي دي الصورة اللي احنا فاكرينها، فحصل رفض. فالموضوع برضو يعني عشان كده النهاردة المشكلة مش مشكلة شخص، المشكلة مشكلة مؤسسة ومشكلة شعب، فمش هتتحل غير انه يتحل هذا الاشكال اللي موجود مع الناس. فكرة ان احنا اتكلنا او ربطنا لإيد ربنا او يعني للتغيير اللي بيحصل بشخص، احيانا شوية بنحسها ممكن تكون اكتر ما احنا بصين على ايد ربنا، يعني خايفين على هذا الشخص علشان خايفين على الحكاية كلها.
بحس ان احنا ممكن دي كاننا يعني مع الفارق برضو في التشبيه، بس عامله زي لما نكون بنتشفع مثلا بقديسين، ببص للعمل او المعجزه اللي حصلت معايا للقديس وبنسى ربنا اللي هو وراء القديس وقت ما باجي اشكر مثلا ممكن يعني. فانا بحس ان احنا برضو يعني خايفين على شخص اكتر ما احنا حاسين ان ربنا يعني بوجوده هو يقدر يحل اي حاجه بشخص او باخر او بغيره يعني. طبعا يعني احنا لو خدناها يعني زي ما قلت من ناحية الوضع اللي موجود في مصر، انا بقول ان الموضوع اعمق من الاشخاص، وان كان يعني وجود شخص عنده الشجاعة وعنده الاخلاص للمؤسسة اللي بينتمي ليها وعنده انتماء للوطن يعني، وطبعا بياخد ريسك، بياخد خطر وممكن معرض نفسه الخطر، فده يعني شخصية لها دور تاريخي سجلوا ليها التاريخ. لكن الموضوع أعمق من واحد شخص أو خلاف شخصي بالنسبة لواحد. طبعا لو خدناها بقى من ناحية روحية، يعني احنا بنحس طبعا عمل الله فوق عمل أي شخص، ممكن الله يستخدم أشخاص معينة في ظروف معينة، لكن الله ممكن يشتغل مع أي واحد، يعني أي واحد ممكن يوجد لا قدر أن يخلص بالقليل وبالكثير. بالظبط. هاخد تليفوني سيدنا ونرجع تاني. أستاذ هاني، أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. أنتوا عندكم صباح الخير. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. أزيك يا أستاذ هونة؟ أهلا. حضرتك كنت أقول لكم حاجة واحدة بس. كل اللي بيحصل في مصر ده ترتيب من الله وكان لازم يحصل، ويعني ترتيب مع ان السيسي يطلع الناس دي، لان الناس دي كانت هتتعبنا جدا وكان هيبقى في خطر على الكنائس، لكن هو ترتيب من الله والكنيسه حاميها يسوع، مفيش حد هيقدر يمسها وكل ركبه هتسجد للمسيح. يا رب يا رب. وبطلب من قدسك انك تصلي لي، لان انا في الكويت ومقدم لاوراق شغل، وربنا يتمجد وتتمضي، لان انا تعبت في الشغل اللي انا فيه. ربنا يكون معاك ووفقك في شغلك، حافظ عليك وقوي ايمانك دايما. خلاص، ميرسي خالص يا استاذ هاني لمداخلة حضرتك، كتر خيرك، ربنا معاك. سيدنا تاني، هرجع على احنا كنا يمكن بنتكلم على الرسل، المجموعة الصغيرة اللي بسبب زي ما نيافتك قلت لنا، بسبب القوة اللي ربنا اداها لهم لما حل الروح القدس عليهم، اللي هم قدروا بيها رغم ان هم العدد الصغير ده بدون اي قوة وبدون اي حاجة تانية ان هم يقدروا ينشروا الايمان. الكنيسة الاولى برضو او الناس بقى اللي دخلت في الايمان، اللي هي يعني بنسميها الخميرة الاولى اللي خمرت العجين، او يعني الكنيسة الصغيرة اللي اتنشأت في الأول وانتشر منها من خلالها الإيمان، حتى من الناس اللي اتشتتت في كل حتة جالت تبشر بالكلمة. الناس دي إن كان هم لقوا إيه في الإيمان أصلا عشان يؤمنوا بيه، يعني بالذات الكنيسة الأولى لقت متاعب رهيبة جدا واضطهادات جامدة جدا، فدي ناس ما فيش قدامها تاريخ يسبقها تتمثل بيه. يعني احنا يمكن دلوقتي بنتكلم نقول على الشهداء ازاي احتملوا تاريخ الكنيسة قد كده، في حاجات اضطهادات ومع كده ايد ربنا مثلا بتظهر في الامور الفلانية، دول ما كانش قدامهم تاريخ لسه يبصوا عليه، ما كانش قدامهم حاجة يبصوا عليها، برغم كده الايمان بتاعهم كان ثابت جدا قوي جدا وعن طريقهم انتشر للعالم كله. الناس دي لقيت ايه في الايمان بقى علشان تتمسك بيه بدون اي حاجة؟ الخبرة الشخصية والتلامس مع شخص المسيح، يعني زي مثلا مولود أعمى قال، قعدوا يسألوه وقال لهم أنا عارف حاجة، أنا كنت أعمى والآن أبصر، فأنا بتكلم على خبرتي. أنتوا قاعدين تقولوا وده كسر للناموس و و و أنا بيحاول يرد، لكن الحاجة اللي محركاه الخبرة الشخصية. راجل مثلا المقعد اللي أقامه بطرس ابتدى ينط ويعمل وخدوه برضه قدام مجمع السنهدريم، لكن الخبرة الشخصية، التلامس الشخصي، قديس بولس الرسول ما هو يعني تلامسه الشخصي مع المسيح وفرحه بالمسيح، عشان كده هم يعني حسوا بالكنز اللي موجود في الحقل ده.
وده التشبيه اللي شبهه السيد المسيح إن ملكوت السماوات يشبه كنز مخفي في حقل. وجده إنسان فباع كل شيء واشترى الحقل ده. قدام الناس حقل، لكن هو دفع كل حاجة لأنه شاف الكنز اللي جوه الحقل. فالمسيحية كنزها هو المسيح. فالإنسان اللي بيتلامس مع المسيح، بيتلامس مع عمله الخلاصي ويربي علاقة شخصية معاه، بيفرح رغم كل الأمور اللي بتحيط به. والشخص اللي بيخش الإيمان عشان ياخد حاجة بيتعب، لأنه الإيمان مش هيديله لو ما هو ما يعني لو ما خدتش المسيح نفسه. يعني داخل الإيمان مثلا عشان تروح في بلد تانية ولا تاخد مساعدة ولا 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 كل الحاجات دي، الإيمان مش هيديك الحاجات دي، لكن بيديك الكنز الحقيقي بقى، هو ده اللي بيفرح الإنسان. فده كان جزء أساسي في حياة الكنيسة الأولى، وده اللي احنا عشان كده نقول احنا عاوزين دايما نرجع لل يعني التراكمات اللي بتخش دي بتخلي الإنسان ما بيشوفش الكنز ده اللي موجود جوه الحق، ممكن يشوف حاجات تانية بره لكن مش قادر يوصل للكنز اللي جوه. كل ما ده يعني الإغراءات بتزيد قوي، تحاول تداري أو تخفي الكنز أكتر وأكتر بحيث ما نشوفوش. سيدنا ناخد تليفون تاني. أستاذ ملك أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. أنا أولا أذكر الوضع الجديد بالبرامج، البرنامج الوحيد كل البرامج، وكل احترام لسيدنا الزبيون. عندي سؤال ديني عايز اسال. انا ارمني مولود في مصر وبقالي 46 سنه عايش في صندوقه. عايز اسال سيدنا، ممكن ربنا لما الاتراك قتلوا 1.5 مليون 2 مليون ارمن ذبحوهم، ممكن ربنا لما الالمان قتلوا 6 مليون يهود فين كان؟ عايز اعرف يعني. اي نعم انا انسان يعني انا مسيحي، وطبعا ربنا عندي كبير جدا، بس كل واحد يسال اسئله سياسيه على مصر. عايز اسال ابونا سرابيون بكل احترام يعني، يعني ربنا لما الاتراك قتلوا 1.5 مليون 2 مليون ارمني في 1909 وين كان ربنا؟ I like to hear the answer, please. Thank you. Okay, مرسي خالص لمداخلة حضرتك وسؤال حقيقي طبعا، كل يعني ناس كتير بتسأله، كتر خير. هو يعني ده سؤال بيقود حوالين ليه ربنا بيسمح بالشر؟ ما قتل اللي حصل ده، المذابح اللي حصلت للأرمن هو شر. طبعا. فربنا ما بيمنحش الشر، بيسمح بيه، لكن ممكن يحول الشر ده الى خير. زي مثلا طب ليه ربنا سمح باطفال بيت لحم انهم يتقتلوا؟ وده حتى اتقتلوا عشانه. لكن هؤلاء قدموا كشهداء. الارمن برضو الذين استشهدوا لاجل ايمانهم المسيحي، واصبح ده في تاريخ الكنيسه الارمنيه كنيسه شهداء، زي ما احنا في كنيستنا كنيسه شهداء، ودي وزي ما في الكنيسه الروسيه في الحكم السوفيتي ما الاف من الناس استشهدوا، ولحد النهارده بنشوف الاعتداءات اللي بتحصل. فالظلم موجود، الشر موجود، والمسيح شرحه في مثل الزرع الجيد والزوان. ان زرع جيد، جه انسان عدو زرع زوان، قالوا له تعالى خلعه، قال لا سيبوهم كلاهما ينميان الى يوم الحصاد. فاذا في يوم وفي عدل، يعني في عدل بالنسبه للشر، وانه الشر ده مش هيستمر الى الابد، لكن له وقت وسوف فيه ينتهي. لكن وجوده بيظهر الخير، بيظهر براءة الناس، بيظهر العمل ربنا من خلال الناس، وايضا بيظهر الاشخاص اللي بيرفضوا الشر، الناس اللي هتكافئ دي. لو ما فيش شر طب ما هو يبقى ازاي ان هم هيتكافئوا؟ لانه ما فيش سكه قدامه غير سكه الخير، فهو قدامه الطريقين، طريق الحياه وطريق الموت، طريق الخير وطريق الشر. وطبعا الشر ده لو جينا دخل نتيجه دخول الخطيه، ما هو اول جريمه قتل قايين وهابيل. فمن هنا بقى يخش القتل اللي هنا اللي هو ذكره الاخ ده مثلا في الامثله اللي هو ذكرها،
والامثله اللي مستمره. طب دقلديانوس ده الالاف المسيحيين اللي ماتوا، طب ليه ربنا سمح بها؟ سمح بها في خير طلع منها، وفي مثل بنعيش بيه كلنا. لكن ربنا ما بيسمحش بانتصار الشر الدائم. يعني صحيح حصلت هذه المذابح، لكن انتهت الإمبراطورية العثمانية، انهارت يعني ما استمرتش. إنما الأمور السياسية اللي كانت موجودة في الوقت ده انتهت بانهيارها وتفتتها وخروج كثير من الدول اللي كانت تحت السلطانها. يعني كل دول البلقان دي حتى اليونان كانت كانوا محتلة، كله ده تحرر نتيجة سقوط الإمبراطورية العثمانية بعد هتلر اللي عمل المذابح دي. انتهى فين هتلر دلوقتي؟ انتهى. والناس أدركت خطورة النازية. حتى النهاردة مثلا لما بيتكلموا على الديمقراطية بيقولوا ما هتلر جيب الديمقراطية، جيب الانتخابات. هتلر ما عملش انقلاب، جيب الانتخابات. بس هل معنى كده انه يعمل اللي يعمله في الشعب عشان خاطر الشعب انتخبه؟ فدي بقي دكس في التاريخ انه ممكن الانتخابات تجيب واحد زي هتلر ده. بالظبط. هي يعني انا في تليفون سيد هاخده وبعدها يمكن عايز اعرف نيتك. يمكن نيتك قلتها لنا من كام لقاء فات، بس فكره الشر دي انا باصص فين او باصص على ايه عشان اقدر اقول ان ده شر او ده خير؟ نيتك قلتها لنا قبل كده، بس يمكن احب نيتك تقولها لنا مره تانية. ساخد استاذ محمود، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. مرحبا، اهلا وسهلا بحضرتك. انقبل يا سيدنا، اهلا، وكل تحياتنا لنيابتك وتقديرنا واحترامنا لك ولا الست مقدم البرنامج لتقديمها الجيد. دائما احنا بنزعجها وربنا يخليها يا رب. لا اهلا وسهلا بحضرتك في اي وقت. انا بطلب برضو مع الاخ اللي سبقني انه رفع الطلاق برضو حتى نرفع الهولوكاست اللي موجود لذبح الفلسطينيين من سنة 1947 لحد الآن. إذا كانت مذابح الأرمن انتهت والهولوكاست تبع هتلر انتهى، الهولوكاست تبع الفلسطينيين لحد الآن ما انتهى. بعدين بالنسبة للي بعمال بيحصل في مصر وأشتون، أنا كنت أتمنى إنه يتم التفليت الضوء على أشتون. هل هي زارت غوانتانامو؟ هل هي زارت المناضل جورج عطالله اللي أنهى محكوميته في سجون فرنسا بعد 27 سنة والآن انقضت عليه 3 سنوات ولم يفرج عنه؟ هل زارت كارلوس ألبرتو؟ هل سألت أوباما وين رموا جثة بن لادن؟ خليني أروح أزورها. يعني أصبح مرسي الآن مزار المؤمنين، يعني بدل الكعبة بدها تلف حوالين الكعبة هي. طب ما كان راحت السعودية أحسن لها وأخذت البركات أكثر، وكان ممكن يعني ربنا بخر لها الطريق، وممكن تزوجت وزير الخارجية السعودي وخلصتنا من المشكلة. يعني ممكن ربنا كان هداها، بس إذا تتلف بدها تدور على الكعبة حوالين مرسي. يعني مرسي فعلا صار مزار النبي. في كتاب صدر في أمريكا كان تمديد الرذيلة في الستينات، الآن أصبح النظام العالمي وأوروبا تمديد الإرهاب والقتلة، وأصبح مرسي وكأنه مزار وأيقونة للقتلة والإرهاب بعد كل الإرهاسات والدم اللي عمال بصير وكل التعذيب حتى للمواطنين اللي بيحاولوا انهم يطلعوا من إشارة رابحة العدوية. قاعدين يعذبوهم ويقتلون. مفروض تقدم هاي الوثائق للهيئات الدولية ليثبتوا فضائح ما يدعوا في الإخوان المسلمين. إذا هم الإخوان المسلمين هم خانوا عهدهم مع أنفسهم مع حسن البنا بإرهابهم اللي قاعدين يعملوه، وعيب عليهم. مفروض يتقوا الله بنفسهم وبأموالهم وبأعراضهم باللي عمال بقتلوا من أصدقائهم في المظاهرات من الخلف. هل هذا الإسلام اللي أمرهم فيه؟ على كل حال يعني يا أستاذ بنا،
سامحنا يا سيدنا ونقبل الايادي مره ثانيه وترفع لنا الصلاه انه ربنا يرفع الظلم عن مصر وعن اثيوبيا وعن ارتيريا. وكمان بنشد على ايادي اخواننا في مجموعه رفنا في السودان حتى ربنا يرفع الظلم عنهم كمان ويرفع الظلم عن فلسطين وعن سوريا والعراق واليمن وكل بقاع العالم. وبنرفع كمان تأييد من حضرتك لأبونا حنا عطلة في فلسطين الأب المناظر والقب الأيادي برضو لأنه تحت الاضطهاد وتحت التعذيب وتحت قهر إسرائيل. وإن شاء الله إن ربنا يطول بعمره يواصل المسيرة. ونشكر نيابتك ونقبل الأيادي يا سيدنا وسامحنا على انفعالنا. شكرا. وعملنا الكبير بسيد بحضورك وصلاتك. شكرا. مرسي خالص استاذ محمود لمداخله حضرتك يعني معبره وكلها مشاعر يعني. لا طبعا الفلسطينيين يعني احنا دايما حتى يعني الكنيسه دايما بتقف مع حقوق الفلسطينيين وما يعانوه من ظلم بالنسبه للشعب العادي يعني. احيانا بيكون حتى ضحيه لبعض من 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 قياداته. وطبعا الظلم موجود في اماكن كتيره ويعني زي ما بقول المسؤولين كل مسؤول بيتحرك بمصالحه. يعني كل مثلا كان الاتحاد الاوروبي ولا امريكا ولا الدول دي كل دوله بتدور على يعني سياستها ومصلحتها والحته اللي بتركز فيها من ناحيه موضوع. طبعا الانسان زي يعني الاخ ما بيبص من ناحيه العدل عموما طبعا ما يتوقعش يعني وان كان يتمنى هذا. لكن احنا نصلي ان ربنا يرفع الظلم عن كل انسان مظلوم ويجيب سلام. يعني مثلا في مصر في الظروف دي طب هم ركزوا على طب ما حدش يتكلم على ما يعانيه الاقباط من اعمال العنف والمهاجمه وال يعني التحريض ضد الاقباط اللي حادث من في مصر حاليا نتيجه في موقفهم الوطني اللي مع الشعب ومحاولة تصوير كأن هذا الأمر هو بسبب الأقباط والاعتداء على الكنائس والاعتداء قتل الآباء زي الأب الكاهن أبونا مينا في 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 العريش وهكذا. يعني حد يتكلم عن هذا الموضوع حد جي يسمع لمعاناة الأقباط وما يعانونه مثلا حد مثلا شاف معاناة السكان اللي محاصرين في سكنهم نتيجة الاعتصامات دي وما يواجهونه من صعوبة وهل الـ 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 الاحتجاج معناها ان انا اعوق حياة اخرين واحبسهم وفتشهم وما داخلين وما طالعين. يعني في حاجات كتيرة لو الانسان هيتعامل مع الموضوع بعدل ما يشوف كل الجوانب اللي دي. لكن احنا بنقول دايما هؤلاء الناس بيبقى بتحركهم وده ما قدرش لهم في كده اللي بيمثل دولة بيتحرك حسب مصالح الدولة اللي فيها. عشان كده احنا المهم احنا نفسنا بقى مسؤولين على العمل بتاعنا وما ننتظرش ان حد هيجي عشان خاطر يعمل العمل المطلوب ان احنا نقوم به. يعني فعلا يعني كلام نيافتك سيدنا يعني فعلا في عز ما الاحداث دي بتحصل محدش بص للحاجات اللي حصلت في الاقصر وكم الناس اللي اتقتلت واتشردت ومحدش بص حتى مش هقول حتى كاباط حتى الاطفال اللي اترمت من فوق العمارات كل الناس اللي راحت الناس اللي بتتعذب وكل يوم يلاقوا شويه جثث معذبه باقصى انواع العذاب يعني موجوده ما بنسمعش فعلا اي تعليقات عنها. لكن الاتجاه كله في طريق واحد وفي سكه واحده بس ربنا قادر يعني ان هو يدبر يعني. بس هرجع تاني عشان احنا يعني وقتنا خلص سيدنا يعني معلش برضو عشان السؤال اللي اتسال بتاع فكره الشر دي الشر ده احنا ازاي نبص له اذا كان شر ولا خير حتى ان كان في الم بالنسبه لنا حتى لو كنا شايفينه شر يعني ازاي احنا نقيمه يعني. هو يعني دايما يعني نبص دايما ان الله قادر يحوله الى خير. يعني ممكن فعلا شر مثلا ظلم مرض حاجات زي كده ما اقدرش اقول عليها انها دي خير لكن الله ممكن يحولها للخير ممكن يحول الضيقه الى الخير. كل الاشياء تعمل معا للخير لاجل الذين يحبون الله. فالانسان عشان يواجه الموقف الصعب يبص ان ممكن الله يحوله الى خير ممكن يبص ان في كل شيء له نهايه مش هيقعد على طول والله ممكن يوجد
يوجد حلول بطريقة لا يتخيلها الإنسان، فبتدي له أمل وبتدي له رجاء. يعني آية جميلة ذكرها القديس بولس الرسول في رسالة العبرانيين عن موسى، بيقول بالإيمان خرج من أرض مصر غير خائف من غضب الملك، وتشدد كأنه يرى ما لا يرى. موسى خرج من مصر مرتين. المرة الأولانية هو سنه 40 سنة لما قتل المصري، وبعدين اكتشف الموضوع، فبيقول وغضب فرعون فخاف، نتيجة غضب فرعون فهرب. فهنا موسى خاف وهرب. المرة الثانية اللي هي قاد بها الشعب بره أرض مصر، دي اللي اتكلم عنها بقى القديس بولس الرسول في رسالة العبرانيين، ان هو خرج مش خايف من غضب الملك، لأنه فرعون طبعا ما كانش مبسوط، ولما جري وراهم بالجنود بتاعته وجم كل الشعب خاف وقالوا له الله، هو انت يعني عشان ما فيش قبور في أرض مصر جبتنا هنا عشان خاطر نموت هنا؟ زي ما الراجل قال له من أقامك علينا رئيسا أو قاضيا، انت عايز تقتلني زي ما قتلت المصري؟ هنا بقى موسى ما خافش وما هربش. ليه؟ انه زي ما قال لأنه تشدد، لأنه يرى ما لا يرى. يعني في الضيقة دي شاف شيء هما مش شايفين، الشعب كله شايف بحر وعدو جاي، لكن هو بقى شاف حاجة تاني، شاف عمل الله. ممكن يكون موسى ما كانش عارف هو ربنا هينقذهم ازاي، عشان كده قال لهم قفوا وانصغوا خلاص الرب، ربنا هيعمل خلاص، والمصريين دول مش هتشوفوهم تاني. وفعلا ربنا يعني أنقذ. فهنا الإنسان يرى ما لا يرى، يرى ما لا يرى. فاللي بيرى هو الشر، لكن هل في خير من وراء الشر ده؟ ده اللي مش واحد مش شايفه. الإيمان بقى بيدي للإنسان أن يرى ما لا يرى، كده قال الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. يعني أنا متيقن في حاجة مش شايفها، فواحد يقول لك لا ربنا هيحلها، فين طيب مش شايفين؟ ما هو ده بقى الإيمان، الثقة والإيقان بأمور لا ترى. يعني متهيألي ده يعني أحلى حاجة نختم بيها الأحداث الدامية اللي بتحصل دي. سيدنا أشكر نيافتك جدا، كتر خيرك، نشوف نيافتك بإذن ربنا الأسبوع اللي جاي، وزي كل مرة أتمنى على الأسبوع الجاي إن شاء الله الحديث كله يكون عن إيد ربنا القوية وعمل ربنا ونعمته وكل ما هو خير يعني بإذن ربنا إن شاء الله. أشكر نيافتك جدا سيدنا، كتر خيرك. أحب أن أشكركم جدا على وجودكم معانا، انتظرونا بإذن ربنا الأسبوع اللي جاي. ويا رب على ما نتقابل الأسبوع الجاي ربنا يكون محافظ على كنيسته وشعبه مرة تانية، زي ما سيدنا ابتدى في اللقاء بنهني قداسة البابا باليوبيل الفضي لرسانته أو العيد رهبانته. ربنا يا رب يديم حياته ويحافظ عليه ويحافظ على كنيسته ويحافظ على الشعب كله. ربنا دايما يمتعنا بلقائكم، ونشكركم ونشوفكم بكل خير. المسيح عشان خاطر يقدم خلاص للبشرية احتمل طريق الآلام واحتمل طريق الصليب. هل احنا مفروض ان احنا نفضل مستنيين في كل وقت ان ربنا لازم يتدخل بصورة ظاهرة وصارخة جدا؟ الشر ده الله الله يستطيع ان يمنعه، لكنه بيسمح به. ما نعملش اي شر، لا نجازي الشر بالشر. الله قادر ان يحول هذا الشر الى خير. المسيح بيعلمنا ان احنا كل ما يبقى قدامنا تجربة جاية نصلي إن ربنا يرفعها، عشان خاطر الإنسان يعيش حياة مسيحية بالمثل المسيحية، محتاج لجهاد.